بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: باب شروط الصلاة، وهي ما يجب لها قبلها إلا النية ويستمر حكمها إلى انقضائها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب شروط الصلاة. عقد المصنف رحمه الله تعالى بابا في شروط الصلاة تبعا لكثير من الفقهاء رحمهم الله تعالى، وذلك أن بعضا من الفقهاء غير هؤلاء لا يعقدون بابا في الشروط، وإنما يعقدون لكل شرط بابا مستقلا أو يضمنونها في داخل حديثهم. فصاحب الفروع ومن تبعه ومن سبقه قد يجعلون المواقيت بابا مستقلا، ويشيرون لبعض الشروط ضمنا في أثناء حديثهم عن الصلاة. ولكن تقديم الشروط مناسب، لأن الأصل كما سيأتي في كلام المصنف أن الشرط يكون متقدما على الصلاة، فننسب حينئذ ذكر الشروط قبلها. قوله: وهي، أي شروط الصلاة، وليست الشروط فقط بل شروط الصلاة. ما يجب لها، أي ما يجب للصلاة قبلها، فتكون الشروط يلزم توفرها ووجودها قبل وجود الصلاة. فالإسلام والتمييز وغيرها من الشروط التي سيريدها المصنف يجب أن تكون موجودة قبل الصلاة. قوله: إلا النية، لأن النية لا يلزم أن تكون موجودة قبلها، بل إن الواجب أن تكون مقارنة لأول العمل، بل قالوا إن ذلك هو أفضل كما مر معنا في الوضوء، ولكن يجوز عندهم أن تكون النية متقدمة على الفعل بيسير. وهنا قوله: وهو ما يجب لها قبلها، هذا هو الفرق بين شرط الصلاة وبين ركنها، فإن الركن والواجب هو ما يجب لها في أثنائها، بينما الشرط هو ما يجب لها قبلها، وهذا هو الفرق بين الشرط والواجب، وهذا هو المعيار فيه الأساس. وقوله: إلى النية، مر معنا أن النية مستثنات من كونها لا يلزم أن تكون موجودة قبلها، بل يكفي أن تكون موجودة مقارنة لأولها، بل يرون أن هذا هو الأفضل. قوله: ويستمر حكمها إلى انقضائها، هذا وقوله ويستمر حكمها إلى انقضائها لا استثناء منه، فكل الشروط يجب أن يكون حكمها مستمرا إلى الانقضاء، وهو الشروط التسعة كاملة، فلا استثناء للنية ولا لغيرها. والشرط ما يتوقف عليه صحة مشروطه إن لم يكن عذر ولا يكون منه. نعم، قوله: والشرط عموما ما يتوقف عليه صحة مشروطه، أي يلزم من عدمه عدم صحة مشروطه. وهنا الشروط يعني بها شروط الصحة، لأن هناك شروط أخرى هي شروط وجوب، وشروط الوجوب لا يتوقف عليها صحة المشروط وإنما وجوب المشروط. كما أن هناك نوعا ثالثا من الشروط، وهي شروط الإجزاء. الإجزاء بمعنى أنه صحيح ولكنه ليس مجزئا عن صاحبه، وشرط الإجزاء أيضا لا يدخل في هذا القيد. إذن فقوله: والشرط، المراد شروط الصحة، ما يتوقف عليه صحة مشروطه، بمعنى أن المشروط يحكم بعدم صحته إذا انتفى الشرط، وأما إذا وجد الشرط فقد يوجد المشروط وقد لا يوجد. قوله: إن لم يكن عذر، أي إن لم يكن عذر في الشرط. وهذه الأعذار الأصل عندهم ليست كل الأعذار يعفى عنها، فإن هناك أعذارا تقبل لكل شرط على حدة، وإلا فالأصل عندهم أن الشروط لا يعذر فيها بالنسيان ولا بالجهل، هذا الأصل عندهم. وعبرت بالأصل لأنه قد يكون لها استثناءات في أحوال معينة، وإلا فالأصل أن ما كان من باب الشرط لا يعذر فيه بالجهل ولا بالنسيان، بخلاف ما كان من باب الواجب، فإن الواجب يعذر فيه بالجهل وبالنسيان في الجملة، نقول أيضا في الجملة. نعم، قال: ولا يكون منه، أي ولا يكون الشرط جزءا من المشروط، بل هو أمر منفصل عنه. ولذلك اختلف في النية على سبيل الانفراد، هل هي شرط أم أنها ركن في الصلاة؟ فيه وجهان في المذهب، أورد الوجهين صاحب الإنصاف، والمشهور عند عامة الأصحاب أنه شرط، وأهم أثر يترتب على كونها شرطا أنه يصح أن تتقدم على المشروط، ولا يلزم أن تكون موجودة مقارنة لأوله، لكن يلزم وجود استصحاب حكمها لا استصحاب ذكرها،
ومر معنا نفس الكلام هذا في الطهارة وسيأتي في الصلاة. فمتى أخل بشرط لغير عذر لم تنعقد صلاته ولو ناسيا أو جاهلا. نعم، هذه القاعدة ذكرت لكم قبل قليل أن الشروط الأصل في الصلاة وفي غيرها أنه لا يعذر فيها بالنسيان ولا بالجهل، هذه قاعدة نقول كلية لكن لها ربما استثناءات لأمور خاصة بها، بخلاف الركن أحيانا قد يسقط الركن أحيانا جهلا ونسيانا، قد يسقط أحيانا الواجب كذلك. وهي تسعة، أي شروط الصلاة تسعة، والذي ذكر في المقنع ستة ومشى معنا في الزاد، كنتوا تذكرون أنها ستة، فحذف المشتركة بينها وبين غيرها من العبادات وهي الثلاثة الأول: الإسلام والعقل والتمييز. نعم، هذه موجودة في أغلب العبادات. والطهارة من الحدث. والطهارة من الحدث شرط تقدم ذكره. وتقدمت وتأتي بقيتها. نعم، تقدمت أي تقدمت الطهارة من الحدث وتأتي بقيتها الأحكام المتعلقة ببعض الأمور المتعلقة بالطهارة سيأتي الإشارة إليها. والخامس دخول الوقت. نعم، بدأ المصنف، هذا هو الموضوع الصلب الموضوع، وهو الشرط الخامس من شروط الصلاة وهو دخول الوقت. وعبر المصنف بقوله دخول الوقت، بينما يعبرون في الجمعة أن من شرطها الوقت. والفرق بين الاصطلاحين أن الصلاة الصلوات المفروضة الخمس لا تقبل قبل دخول وقتها، وأما إذا خرج وقتها فإنها تقبل ولكنها تكون قضاء لا أداء، بينما صلاة الجمعة شرطها الوقت فلا تصح قبله ولا تصح بعده، أي بعد الوقت. وهذا هو الفرق بين تعبيرهم في الصلوات، أنه دخول الوقت والجمعة شرطها الوقت، فإن عبرنا بدخول الوقت فلا تصح قبلها وتصح بعدها لكن قضاء، وحيث عبروا بالوقت فلا تصح قبلها ولا بعدها، فمن فاته وقت صلاة الجمعة فإنه ينتقل إلى بدلها فيصلي بدلا منها الظهر 4 ركعات أو ركعتين إن كان مسافرا. وهذا الشرط وهو دخول الوقت الحقيقة أنه ليس شرطا وإنما هو سبب للصلاة، وقد نص على هذا المعنى ابن مفلح في الفروع، فقد ذكر أن دخول الوقت هو سبب الوجوب وليس شرط الوجوب، وهذا إشارة لما أشرت له أكثر من مرة نقلا عن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، أنه قال إن الفقهاء يتساهلون في تسمية الأسباب شروطا كما أنهم يتساهلون في تسمية انتفاء الموانع شروطا، وأجاب صاحب الإنصاف عن إدخال السبب في الشرط، قال هو سبب ويكون شرطا، فلا مانع من أن يكون شرطا بالمعنى العام للشرط، بالمعنى العام للشرط، لأنه تذكرون في الأصول أن الشرط قد يطلق على السبب وقد يطلق أحيانا على العلة وقد يطلق على غير ذلك. وقول المصنف دخول الوقت يشمل الأصل الصلوات الخمس، ويشمل أيضا بعض النوافل التي لها وقت مخصوص بها مثل السنن الرواتب لأنها تابعة للفرائض في وقتها. وتجب الصلاة بدخول أول وقتها. نعم، هذا يسمى وقت الوجوب، ويترتب على ذلك أنه إذا دخل أول الوقت على العبد وجبت عليه الصلاة، فإن جاءه مانع لزمه قضاؤها بعد ذلك إن أفاق أو زال المانع عنه بعد ذلك، وسيأتي تفصيل هذه المسألة. والصلوات المفروضات خمس. نعم، قوله والصلوات المفروضات المقصود الفرض العيني، لأن هناك مفروضات فرض كفائي غير الخمس، سيأتي الإشارة لها فيما بعد، لكن هنا المقصود الصلوات المفروضة عينا على كل مسلم خمس. الظهر وهي نعم 4. بدأ المصنف بالظهر، وسبب إرادة أكثر أصحاب الإمام أحمد الظهر أول الصلوات قالوا لسبب خبري وسبب معنوي. فأما السبب الخبري فهو ما جاء أن جبريل عليه السلام لما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين كانت أول صلاة صلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاة الفجر، وكانت صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم من باب التعليم، فناسب حينئذ أن يبدأ بالظهر في التعليم بوقتها قبل سائر الصلوات موافقة للحديث. والسبب المعنوي قالوا من باب الإشارة، تفسير إشاري، وهو أن آخر الصلوات تكون الفجر إذا جعلناها الظهر، والإسلام بدأ في نور وسينختم في نور، فيكون أوله في نهار وآخره في نهار، ولو قلنا إن أول الصلوات الفجر لكان آخر الصلوات العشاء، فيكون أن آخر الصلوات في ظلمة، فلا نقول إن الإسلام كذلك. هذا معنى إشاري يعني متلمس عند بعض المحشين كما نقله بعضهم. واختار جمع من أهل العلم واختيار الشيخ تقي الدين ونقله عن ابن أبي موسى وجماعة أن الأولى أن يقدم في ذكر المواقيت صلاة الفجر،
وهذا ذكره في شرح العمدة، ولكن الذي عليه أغلب المتأخرين أنهم يبدأون بالظهر، والأمر يعني لا نتيجة له، تبدأ بالظهر أو بالفجر. وهي أربع ركعات. نعم، قول المصنف وهي أربع ركعات هنا لطيفة، يعني تنبيه المصنف على عدد الصلوات هنا جيد، لأن من لم يذكر عدد الركعات هنا فإنه لا مناسبة له ليذكرها في موضع آخر، ولذلك كثير من المختصرات الفقهية لا يعدد لك كم ركعات الصلوات للظهر والعصر والمغرب والعشاء، فيأتي بعض الشراح فيقول إن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، وكثير مما يذكر في كتب الفقه معلوم من الدين بالضرورة. فالمصنف أراد أن يورد هذا الحكم الذي أغفلت عنه أو أغفلته بعض المختصرات المشهورة جدا في سائر المذاهب في تعداد عدد الركعات، وهذا جيد من المصنف لكي يعني يوردها وإن وجد لها هذه المناسبة في المواقيت. نعم، وهي الأولى. نعم، قوله وهي الأولى أي تسمى الصلاة الأولى باعتبار أن جبريل صلى بهم أولى الصلوات، وتسمى الهجير. وتسمى الهجير أي وتسمى هذه الصلاة صلاة الهجير. وفي صحيح البخاري من حديث أبي برزة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم الهجيرة، قال أبو برزة وهي التي تسمونها الأولى، فالصحابة سموها الأولى، ولذلك بدأ الفقهاء بها في ذكر وتعليم مواقيت الصلوات الخمس. ووقتها من زوال الشمس وهو ميلها عن وسط السماء. نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى ببيان أمرين، أمر الأول وقت صلاة الظهر وأنه يبدأ بزوال الشمس، ثم بين بعد ذلك صفة الزوال. أما كون الوقت الظهر يبدأ بزوال الشمس فهذا بإجمع، وأما معنى زوال الشمس فقد ذكر المصنف أمرين، حقيقة الزوال وصفة معرفته. فذكر أن حقيقته أي حقيقة الزوال هو ميلها أي ميل الشمس عن وسط السماء، ويعبر بعضهم عن كبد السماء أي وسطها، وسأرجع لهذه الحقيقة بعد قليل. ثم ذكر كيف يعرف هذا الزوال، لأن الإنسان لا يمكن أن يكون عنده مسطرة يستطيع أن يعرف ذلك، فيعرف العامي وغيره ذلك بعلامة وهو بالظل الذي سنتكلم عنه بعد قليل. إذن حقيقة الزوال شيء ومعرفته شيء آخر، وأغلب ما ورد في كتب الفقه إنما هو طريقة معرفته ولم يتكلموا عن حقيقته، ولذلك فإن هناك منهجين أو طريقتين في معرفة حقيقة الزوال، وهاتان الطريقتان إنما نتجتا في وقتنا المعاصر لما أصبح حساب علم الفلك دقيقا. ما هما الطريقتان؟ قيل إن المراد، طبعا قبل أن نبدأ بلوء مراد، الفلكيون يجعلون في كبد السماء ووسطها خطا يعني مفترضا ويسمونه خط الزوال، هذا يسمونه خط الزوال، يكون في وسط السماء وكبدها. طيب، هل المراد بالزوال ميل الشمس أي قرصها أم ميل الشمس أي قطرها؟ وذلك أن الشمس لها قطر في وسطها، فإن قلت إن المراد به قطرها فبمجرد أن يميل وسط الشمس وهو القطر الذي يكون في وسطها، إن فرضت أن وسطها خطا عن خط الزوال فتكون الشمس قد زالت، وإن قلت إنه قرصها فمعنى ذلك أن الزوال يأخذ وقتا أطول، لأن ميلان الخط القرطر أسرع من ميلان القرص كاملا، وهذا واضح. أما الفلكيون المعاصرون فيرون الأول، وهو أن الزوال هو زوال قطر الشمس عن خط الزوال. وأما الفقهاء فليس لهم كلام صريح إلا كلام يفهم من بعض الذين كتبوا كالقرافي وغير، كلام يحتمل المعنى الثاني أكثر من احتمال المعنى الأول. وعلى العموم المعيار تقريبي وهو مد الظل الذي سنتكلم عن الثاني وهو الأصل عندنا. طبعا ما الذي يترتب على الخلافين هذه؟ يترتب عليهما بناء على دقة الحساب الآن أنه إن أخذت بالأول قد يتقدم وقت صلاة الظهر دقيقة أو دقيقتين عن الطريقة الثانية. طيب، يقول المصنف نعم، ويعرف ذلك أي هذا ما يعرف به الزوال بزيادة الظل بعد تناهي قصاره. دعوني أجعل لكم مصطلحين، عندنا ظل وعندنا فيء، والفيء بعض الظل. فإن الظل معروف وهو عندما تكون الشمس لشيء فإن انعكاس هذا الشمس في الجهة المقابلة يسمى ظلا، لكن هذا الظل إن كان بعد الزوال فإنه يسمى فيئا، فدائما إذا قلنا فيء فهو الظل بعد الزوال، وهذه استخدام لغوي فقط، فنريد أن نعرف الفرق بين الفيء والظل، فالظل جزء من، فالفيء ظل
فالفيء جزء من الظل. متى يكون؟ بعد الإمساء، أي بعد الزوال. يقول المصنف إن الظل إذا كان في أول النهار يكون طويلا عند شروق الشمس، ثم يبدأ بالقصر، القصر، فأقصر ما يكون في النهار هذا هو وقت الزوال، أو نقول هذا هو عند قيام قائم الظهيرة قبل الزوال، هذا هو عند قيام قائم الظهيرة، وهو الذي يسمى قبيل الزوال، وقت النهي، حينما تكون الشمس في كبد السماء تماما لم تزل بعد، هذا أقصر ما يكون. ثم إذا بدأ يطول بعد تناهي قصره نقول دخل وقت الظهر. إذن عند تمام القصر تماما هذا وقت النهي الذي سيأتينا في أوقات النهي. إذا بدأ في الطول بعد تناهي القصر فإنه في هذه الحال بدأ وقت الظهر، فحينئذ نقول زالت الشمس عن كبد السماء، زالت الشمس كلها وهو ظاهر كلامهم، أو قطرها كما يذكر الفلكيون المعاصرون. إذن نعرفه بالفيء وهو المعيار، وهذا الذي يوجد في كتب الفقه جميعا، وهو الذي جاءت به الأخبار أن العبرة بما يعرف به وهو الفيء. طيب نقف عند قول المصنف ويعرف ذلك أي الزوال عن كبد السماء ووسطها بزيادة الظل. الظل هنا لما كان بعد الزوال يسمى فيئا، فلو عبر المصنف بزيادة الفيء لكان أجود لكي يبين لنا أن هذه الزيادة إنما تكون بعد الزوال. قوله بعد تناهي قصاره، شوف الفيء هذا ينقص وقد ينعدم عندما تتعامد الشمس على الشيء، وغالبا عندنا في مكة وفي الحجاز وفي المملكة كلها أن الشمس لا تتعامد إلا مرة في السنة، تتعامد مرة واحدة، يكون عند قيام قائم الظهيرة لا يوجد ظل أبدا، وغالبا تتعامد على الكعبة، يكون في شهر الخامس الميلادي يكون هناك تعامد على الكعبة، فلا يكون للكعبة فيء من أي جهة، ويكون يوما واحدا في السنة فقط. إذن فقول المصنف بعد تناهي قصره يشمل صورتين: صورة تناهي القصر حتى يكون قصيرا جدا وهو الغالب في السنة، وبعض الدول هو المعام في طول السنة، وقد يكون تناهي القصر بمعنى انعدامه، فيكون زيادة الظل أي نشوؤه وحدوثه بعد زواله، وذلك في البلدان التي يقع فيها تعامد الشمس على الشواخص وعلى المنتصبات. وضربت لكم بمكة لأنه دائما يعلن أن مكة تتعامد الشمس عليها في الشهر الخامس اللي هو شهر مايو. نعم. ولكن لا يقصر في بعض بلاد خراسان لسير الشمس ناحية عنها، قاله ابن حمدان وغيره. نعم، يقول المصنف إن في بعض بلاد خراسان شمال آسيا تكون الشمس قبل الزوال وبعد الزوال ظلها واحد، وذلك قال لسير الشمس ناحية عنها، يعني ناحية متقدمة عنها بطريقة معينة. أنا لا أدري ما هي البلدان التي يكون عندها ذلك تماما الآن، ولكن مقصود شمال خراسان في الغالب، وهي الدول الجمهوريات الموجودة في الاتحاد السوفيتي سابقا، لكن لا أعرف ما هي بالضبط الآن. فيكون قبل الزوال وبعده الفيء ثابتا، ثم يطول في آخر النهار وفي أول النهار فقط، ليس معناه أنه يقف عند الزوال، فقد يستمر للزوال وبعده بطول واحد، وهذه في بلدان معينة بناء على تعامد الشمس. قاله ابن حمدان، هو نجم الدين بن حمدان تلميذ صاحب المحرر. نعم. ويختلف الظل باختلاف الشهر والبلد. نعم، يقول المصنف يختلف الظل قصره وطوله، وهذا المبحث الذي سيورده المصنف هذا فائدة حسابية يحتاجها المؤذنون كثيرا، وسأتكلم عن طريقته وما هو الأقرب لبلداننا بناء على الذين حسبوا ذلك. فليس الشهور واحدة يكون الظل والفيء ومقدار قصره عند الزوال، وذكرت لكم مثلا في مكة شرفها الله في الشهر الخامس يقصر الظل حتى يكون منعدما، بينما في الشام لا ينعدم، هكذا ذكروا ولست فلكيا أنه لا ينعدم، وإنما في بعض البلدان ينعدم، ومنها اليمن ومنها الجزيرة العربية ينعدم الظل في يوم أو يومين في السنة، ولكن بعض البلدان لا ينعدم بالكلية ولكن يقصر في أشهر دون أشهر، والبلدان باعتبار الأشهر باعتبار أشهر السنة كما سيعده، والبلدان الشمالية غير الجنوبية بناء على تعامد الشمس عليها. وقد ذكر يعني بعض أن
أنه كلما ابتعد عن وسط الفلك، هذا تعبير ابن مفلح، كلما ابتعد عن وسط الفلك فإن الظل يكون أطول. نعم. فأقل ما تزول في إقليم الشام والعراق وما سامتهما طولا على طيب. قدم قول المصنف فأقل ما تزول، يعني أقل ظل في السنة عند وقت زوال الشمس وهو وقت النهي، وقت النهي أقل ظل يكون فيه في إقليم الشام والعراق فقط، وأما الجزيرة العربية إلى اليمن فإن وضعها مختلف كما سأذكر لكم بعد قليل. فهذا على ما ذكره الحاسبون ونقله في الشرح الكبير عن بعض معنا ابن العباس من فلان نسيته الآن، فهو نقله بعضهم عن هذه الطريقة. نعم بدأوا بهذا الحساب ذكرت لكم. طيب والمصنف شامي فناسب أن يذكره. وقوله وما سامتها طولا، طولا أي على خط طول واحد، ولكن خطوط الطول دائما تكون متحدة. نعم. على قدم وثلث في نصف حزيران. نعم يقول يكون طولها قدم وثلث في نصف حزيران، أو بعضهم ينطقها بضم الحاء حزيران، وهو الشهر السادس من أشهر السنة الشمسية. وهذه التسميات هي التسمية المشهورة في بعض البلدان العربية وخاصة في الشام إلى الآن يسمونها بهذا الاسم، ولكن السائد الآن أصبحت الأسماء الأخرى الموجودة في تسمى الأسماء اليونانية اللاتينية، هي الآن انتشرت عند الناس يناير وغيرها، وموجود معكم في الهامش ما يقابلها في الأسماء اليونانية. وفي نصف تموز وأيار على قدم ونصف وثلث. نعم هذا أطول قليلا في الشهر السابع اللي هو تموز، وأيار اللي هو الشهر الخامس يكون أطول قليلا وقت قيام قائم الظهيرة، وهو قدم ونصف وثلث، يعني قدمين إلا سدس. وفي نصف آب ونيسان على ثلاثة أقدام. الآب اللي هو الثامن ونيسان الرابع، يكون طول أقصر ظل يصل إليه هو ثلاثة أقدام. وفي نصف آذار وأيلول على أربعة ونصف، اللي هو شهر الثالث والتاسع. طبعا قوله هو نصف أي ونصف قدم. وفي نصف شباط وتشرين الأول على ستة. ستة أقدام هنا شباط، وممكن أن يكون بالسين سباط، وهذا اللي ضبطه المصنف في حاشيته على التنقيح بالمهملة، فقال بضم السين المهملة، فهو قد كتبها في حاشيته بضم السين سباط. نعم. وفي نصف كانون الثاني وتشرين الثاني على تسعة. تسعة أقدام، كانون الثاني اللي هو أول شهر من أشهر السنة الميلادية، وتشرين الثاني اللي هو الحادي عشر. نعم. وفي نصف كانون الأول على عشرة وسدس. نعم الكانون الأول اللي هو الشهر الثاني عشر آخر السنة، وهو أطول فيء يكون في هذه البلدان على عشرة أقدام وسدس القدم. بدأ المصنف بأقصر فيء وهو أطول فيء، وأقصر فيء يكون في الشهر السادس، وأطول فيء يكون في الشهر الثاني عشر. هذين الشهرين يسمي فيهما المختصون في الفلك بالانقلاب الشمسي، فهناك انقلاب شمسي صيفي وانقلاب شمسي شتوي، فالصيفي في الشهر السادس، فالصيفي في الشهر السادس، والشتوي في الشهر الثاني عشر. وهذا الانقلاب يترتب عليه يعني تغير الظل وبدء اختلافه طولا وقصرا، ولذلك دائما يكون أطول الأشهر وأقصرها في هذين الشهرين. هذا ما يتعلق بالإقليم الشام وإقليم العراق كما ذكر المصنف في غيرها، ولم أبحث، لكن الذي وقفت عليه ما ذكره ابن فيروز، فقد ذكر ابن فيروز في حاشيته قال: أما في بلدنا الأحساء وما كان مثلها في العرض فيتناهى عند ثمانية أقدام، يعني أطول في يكون عفوا أطول ظل، وليس فيئا لأن ما بعد جاء الزوال، أطول ظل يكون عند قيام قائم الظهيرة هو ثمانية أقدام، وذلك يكون في اليوم الحادي عشر من شهر أيلول الذي هو يعني أو من شهر كانون الأول، ليس أيلول، شهر كانون الأول الذي هو الشهر الثاني عشر. قال: ويتناهى القصر عندنا إلى أن لا يبقى ظل في السنة كلها، وذلك في الثاني عشر من حزيران وهو الشهر السادس أو الشهر الخامس. نعم الشهر السادس يناير فبراير مارس اللي هو نعم السادس بالضبط. فقال هذا هو أقل وقت يكون لا يكون عندنا فيه ظل في الأحساء، وما قاربها يكون مجاورا لها نسبيا. نعم.
وتزول على أقل وأكثر في غير ذلك. قال وتزول على أقل من ذلك وأكثر في غير ذلك، في غير ذلك من البلدان كما ذكرت لكم في الأحساء مثلا. وطول الإنسان 6 أقدام و3 بقدمه تقريبا. نعم، هذه معلومة يعني قد تكون يعني عامة لكن لها تعلق بالمواقيت. يقول المصنف إن كل إنسان طوله يكون 6 أقدام و3 بقدمه هو، لأن الأقدام نوعان، قدم قياسي وقدم شخصي. طبعا والقدم القياسي ما يعادل تقريبا 46 وقيل 48 سنتي. أما القدم الشخصي فكل واحد له طول لقدمه هو. فيقول المصنف إن كل شخص يكون طوله 6 أقدام بطوله هو وثلثان تقريبا، لأن بعضهم قد يزيد وبعضهم قد ينقص. ما فائدة إرادة هذه المعلومة؟ المصنف يقول إذا أردت أن تعرف وقت خروج الظهر فإنك تنتصب أمام الشمس وتجعل من حد قدمك 6 أقدام بقدمك أنت وثلثان، فإذا وصل الفيء لهذا الحد فمعنى ذلك أنه قد خرج وقت صلاة الظهر وأصبح ظل هذا المنتصب من الآدميين مثل طوله، ومثله أيضا خروج وقت الظهر كما سيأتي بعد قليل. فهو من باب التقريب، لأن بدل ما يعني تنام وتعرف طولك، لا، تعرف طولك بهذه الطريقة وهي 6 أقدام و3، وهذا تقريبي وهذا تقريبي. نعم. ويمتد وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد الذي زالت عليه الشمس إن كان. طب بدأ يتكلم مصنف على انتهاء وقت الظهر فقال ويمتد، فليس وقتا قصيرا، إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. قوله كل شيء أي كل شيء منتصب، لا بد أن يكون منتصبا، لأن ذلك الشيء قد لا يكون منتصبا مائلا فلا يكون ظله مثله. فأنت إذا أردت أن تعرف باعتبارك كآدمي لا بد أن ينتصب، يجعل ظهره قائما مستقيما لكي يكون طوله منضبطا حال تعامد الشمس عليه وحال يعني حساب طوله. قوله مثله بمعنى أنه يستوي هذا ذاك طول ذلك المنتصب مع طول فيئه أو ظله. قال بعد الذي زالت عليه الشمس، أي بعد قصر الظل وقت الزوال، إن كان أي إن كان هناك قصر إلا في خراسان، عبر إن كان لكي يخرج خراسان لأن خراسان طولها واحد. والأفضل تعجيلها، أي تعجيل صلاة الظهر، وتحصل فضيلة التعجيل بالتأهب لها إذا دخل الوقت. نعم، يقول المصنف إن المرء يكون معجلا لها إذا انشغل بالتأهب لها سواء شرطا أو أدبا. فالشرط مثل الوضوء ولبس ستر العورة، والأدب مثل أخذ زينة الثياب، ومثل الذهاب للمسجد والذهاب للجماعة، فيكون متأهبا لها. فليس المقصود بالتعجيل هو أداؤها فقط في أول وقت مباشرة، بل إن التأهب لها والاستعداد لها وانتظار الجماعة يعتبر أيضا تعجيلا لها. فالتأهب يشمل كل هذه الأمور، حتى انتظار الجماعة حتى يجتمعوا في المسجد. إلا في شدة الحر. نعم، قول المصنف إلا في شدة الحر، عبر المصنف بشدة الحر بين عبارة صاحب المنتهى إلا في حر مطلقا، فلم يجعل العبرة بالشدة. ولذلك ذكر شارح المنتهى وهو منصور أن قوله إلا في حر مطلقا يشمل الحر في البلدان الحارة والبلدان التي ليس فيها حر شديد. ولذلك فإن قوله في شدة الحر جمعا بين عبارة وعبارة المنتهى ليس شدة الحر للشخص، وإنما المقصود بشدة الحر النسبية التي تختلف من بلد إلى بلد آخر، فيكون في شدة الحر في العام، فهي شدة حر نسبية. بعض البلدان لا يأتيها حر مطلقة، في شدة صيفها تكون درجات الحرارة مقبولة أو تكون مائلة للبرودة فنقول فيها إبراد. فهنا شدة الحر أي شدة الحر في السنة في تلك البلد. فيسن التأخير ولو صلى وحده حتى ينكسر. يسن التأخير حين ذاك أي في شدة الحر ولو صلى وحده حتى ينكسر. دعنا ولو صلى نجعلها بعد قليل. قوله حتى ينكسر أي حتى ينكسر الحر، هذا هو وقت يعني حتى انكسر الحر، فيكون وقت التأخير والإبراد عند الانكسار. قول المصنف ولو صلى وحده، قوله ولو أولا هذه أشار بها لخلاف، وهذا الخلاف ذكره ابن نصر الله في حاشيته على الفروع. فإن ابن نصر الله قد ذكر أن ظاهر كلام صاحب الوجيز والمحرر أنه إنما يكون الإبراد بصلاة الظهر
فيما لو صلى جماعة دون ما لو صلى وحده. هذا هو الخلاف المسألة، وهو ظاهر كلام بعض المتأخرين ومنهم صاحب المحرر والوجيز. المسألة الثانية أن قول المصنف ولو صلى وحده معناها أي حال صلاته وحده. شوف، حال صلاته وحده. لماذا قلت ذلك؟ لأن بعضا من الفقهاء فهم أن قول المصنف ولو صلى وحده أن السنة له أن يبرد ولو صلى وحده وفوت الجماعة، وليس معناها ولو هنا بمعنى حال، ولو في حال صلاته وحده، لا، قال ولو أدى للإبراد إلى أن يترك الجماعة ويصلي وحده. وبنى على ذلك مسألة، وهي أن هذه صورة نادرة يترك فيها الواجب لأجل تحصيل مندوب. وهذا القول الذي قاله هذا الرجل اعترض عليه المحققون، قبله نصوا على ذلك ولكن لم يقف عليه، وبعده. فذكر الشيخ عثمان في الهداية، وذكرها كذلك في حاشيته، أنه ليس المراد من هذه الجملة قوله ولو صلى وحده أن يترك الجماعة ويؤخر الصلاة، قال كما يتوهم من هذه الكلمة، وإنما المراد بذلك أنه إذا صلى وحده من غير جماعة سن له حينئذ أن يؤخرها. قال لأنه على المذهب كله لا يوجد واجب يترك لمندوب. ناسب هنا بس فقط فائدة، يعني أدبيا صح التعبير، عثمان أهمل اسم هذا القائل ولم يذكر من هو، وهذا من أدبه مع شيخه، فإن قائل هذا الكلام هو شيخه الشيخ محمد الخلوتي، فقد ذكر هذا الكلام في حاشيته على الإقناع وجزم به، أو قال إنه ظاهر كلام المصنف، ولكن تلميذه لأدبه مع شيخه لم يسمى. عادة الشخص إذا اعترض على أحد متقدم قد يذكر اسمه لانتشار هذا الاسم، ولكن الأدب مع الشيخ لما له من فضل، وعثمان يعظم ويجل شيخه محمد الخلوتي تعظيم بين في كتبه جدا، فإنه لما وجد عليه عيبا لم يورد هذا الاسم، وإنما قال توهمه بعض أو كما يتوهم، وهذا من الأدب. فقد يكون للعلماء عموما حق، فإذا كان ذلك العالم شيخا لك له حق يزيد بأن إذا وجدت له عيبا أن تستر ذلك العيب وألا تظهره وألا تبديه، وغير ذلك من الآداب التي أوردها العلماء في محلها من كتبهم. نعم. وفي غيم لمن يصلي جماعة إلى قرب وقت الثانية. يقول المصنف إن استحب تأخير صلاة الظهر في موضع ثان، وهو إذا وجد غيم، لأنه إذا وجد غيم قد يظن نزول المطر، فإذا وجد غيم يظن به نزول المطر وكان الشخص يصلي جماعة بأن كان رجلا غير معذور بمرض ونحوه، فإنه يستحب له أن يؤخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها، بحيث أنه يصلي الظهر في آخر وقتها ثم ينتظر قليلا، وليس جمعا صوريا، ينتظرون قليلا ثم بعد ذلك يؤذنون صلاة العصر ثم يصلون، فيكون خروجهم خروجا واحدا من غير جمع، فتصلى الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها. وذاك قوله لمن يصلي جماعة إلى قرب وقت الثانية، ما قال جمعا صوريا، لأن ما عندهم شيء اسمه جمع صوري، وأن هذا صعب الجمع الصوري كما قال أبو حنيفة وأصحابه عليهم رحمة الله. في غير صلاة جمعة فيسن تعجيلها في كل حال بعد الزوال. نعم، يقول أما صلاة الجمعة فيسن تعجيلها سواء كان هناك شدة حر أو كان هناك غيم، لا فرق، لأن الجمعة لها حكم خاص بها. قوله في كل حال يعني اللي ذكرناه قبل غير، سواء غيم أو لا يوجد غيم، في حر أو عدمه. قول المصنف بعد الزوال، شوف يعني قول المصنف بعد الزوال، هذه لم أجد إلا المصنف وقلة ذكروا هذه الكلمة، ولم أجد من يعني شرحها، ولكن يظهر لي أن قول المصنف بعد الزوال يؤيد ما ذكره ابن قدامة في كتاب الجمعة في الكافي وفي المغني أيضا، أن الأفضل في وقت صلاة الجمعة أن تكون بعد الزوال لا قبله. تعلمون أن الجمعة سيأتي إن شاء الله في محلها أنه يجوز صلاتها قبل زوال، وقد وردت فيه أحاديث مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، وفعلها الخلفاء الراشدون عليهم رحمة الله كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي. هل الأفضل أن تصلى قبل الزوال أم بعده؟ ابن قدامة قال الأفضل أن تصلى بعد الزوال، وعلل بمراعاة الخلاف، وهنا ظاهر كلامه الجزم، لأنه قال فيسن تعجيلها في كل حال وما وقف، وإنما قال بعد الزوال، وهذا القيد الحقيقة من المصنف أجاد فيه، وعندي أنه أجاد و
نص صراحة على ما أورده الموفق في كتبه، إذ لو قلنا يسن تعجيلها في كل حال فيكون ظاهر كلامهم أن الأفضل أن تصلى في أول وقتها عند ارتفاع الشمس قيد رمح فما زاد، وهذا الذي فهمه يعني بعض أهل العلم وطلبة العلم فهموا ذلك، ولكن هذا القيد الذي أورده المصنف جيد وإن لم يكن الشارح قد تناوله. نعم. وتأخيرها لمن لم تجب عليه الجمعة إلى بعد صلاتها. نعم، وتأخيرها أي وتأخير الظهر لمن لم تجب عليه الجمعة كالمرأة والمسافر وغير المستوطن إلى بعد صلاتها، أي إلى بعد صلاة الجمعة، فالأفضل أن من عليه صلاة الظهر أن ينتظر حتى تصلى الجمعة ثم يصلي بعدها، وهذا هو الأفضل، يمكن أظهر عندنا للنساء والمسافرون هم الأظهر ممن لا تجب عليهم صلاة الجمعة، نقول الأفضل لهم أن لا يصلي حتى يسلم من في المساجد، هذا هو الأفضل، فيستمع الخطبة إن كانوا يمكنهم سماعها ويحتاط أيضا في دخول الوقت، ولأنهم ربما يكونون في لحظة من لحظات من أهل الوجوب، فالمريض قد يشفى فيكون من أهل الوجوب صلاة الجمعة فيذهب فيصليها. ولمن يرمي الجمرات حتى يرميها أفضل ويأتي. نعم، أيضا من يرمي الجمرات الأفضل أن يرميها وأن يتقدم على الصلاة، وسيأتي في كتاب الجمعة في كتاب الحج عفوا. نعم. ثم يليه وقت العصر وهي 4 ركعات وهي الوسطى، ووقتها من خروج وقت الظهر إلى أن يصير ظل الشيء مثليه سوى ظل الزوال إن كان وهو طيب. يقول المصنف ثم وقت العصر وهي 4 ركعات واضح، وهي الوسطى أي تسمى الصلاة الوسطى التي جاءت في القرآن حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، والمذهب وجها واحدا أن الصلاة الوسطى هي العصر، وهو الذي جاء به حديث حذيفة وقول عائشة وغيرهم. قال وقتها أي العصر من خروج وقت الظهر الذي سبق، وهو عندما يكون ظل كل شيء مثله، قال إلى أن يصير ظل الشيء مثليه أي طوله مثليه، وعرفنا كيف يكون ذلك بالحساب السابق. وقوله سوى ظل الزوال أي بعد ظل الزوال إن كان هناك ظل للزوال، وهذا يستثنى منه البلاد الخراسانية وغيرها. ثم قال وهو آخر وقتها المختار، لأن العصر والعشاء فقط من الصلوات الخمس لها وقتان، وقت اختيار ويسمى الوقت المختار، ووقت اضطرار ويسمى وقت الضرورة. وعنه إلى اصفرار الشمس اختاره الموفق والمجد وجمع. نعم، قوله وعنه أي وعن أحمد رواية منصوصة أن وقت الاختيار لصلاة العصر يمتد إلى اصفرار الشمس، تبدأ الشمس يتغير لونها وتميل للاصفرار دلالة على تحينها لغروب الشمس للغروب، وهذا القول ورد به بعض أحاديث، ظن حديث ابن عباس، والأول حديث أبي موسى أو أنا قلبت الحديثين لا أدري الآن. قال اختاره الموفق والمجد وهما الشيخان الذي عليهم العمدة في الترجيح، وجمع من هؤلاء الجمع الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله، واستظهر بن مفلح وجماعة من أهل العلم. هنا بس فائدة، لماذا فقهاء المذهب أخذوا بالوقت الأقصر إلى أن يكون ظل كل شيء مثليه؟ قالوا لورود حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم في تقدير منتهى صلاة العصر وقت الاختيار، فقد جاء إلى الاصفرار وقد جاء إلى أن يكون ظل كل شيء مثليه. قالوا فنأخذ الأقل احتياطا للعبادة، لأن قاعدتنا أن العبادات الاحتياط، فنأخذ الأقل من باب الاحتياط للعبادة. رد الشيخ تقي الدين على هذا الاختيار بناء على الاحتياط، قال بل الصواب أن الاحتياط أن يمتد وقت الاختيار إلى الاصفرار. لماذا؟ قال لأن أبا حنيفة النعمان لا يرى أن وقت العصر يدخل إلا بعد أن يكون ظل كل شيء مثليه، فالاحتياط لتصحيح صلاة المسلمين أن نقول إن هذا الوقت وقت اختيار ليس وقت اضطرار، فالاحتياط هو للتصحيح للمسلم عباداتهم، فحينئذ نقول الأفضل أن تكون قبل أن يكون ظل كل شيء مثليه من باب التعجيل، ولكن يصح التأخير إلى الاصفرار. و يعني هنا أشار المصنف للموفق والمجد لأنهم العمدة في الترجيح، وكثير من المحققين استظهره كما ذكرت لكم قبل قليل. وما بعد ذلك، طبعا وظاهر كلام مصنف أنه يعني ما ذكر هذا الخلاف إلا لقوته عنده كما ذكرت لكم. نعم. وما بعد ذلك وقت ضرورة إلى غروبها. نعم، وما بعد ذلك أي ما بعد اصفرار الشمس، أو ما بعد أن يكون ظل كل شيء يكون وقت ظل كل شيء مثليه، يكون وقت ضرورة، وسيتكلم ما معنى وقت الضرورة، أنه لا يجوز التأخير لها إلا لعذر، إلى غروبها كاملة، فمن فعلها فيه يكون أداءً لكنه يأثم
إن أخرها بلا عذر. وتعجيلها أفضل بكل حال. نعم، في كل حال، سواء غيم أو بدون غيم، حر أو بدون حر، وهكذا. ويسن جلوسه بعدها في مصلاه إلى غروب الشمس وبعد فجر إلى طلوعها، ولا يستحب ذلك في بقية الصلوات. نعم، هذه لورود الأخبار في استحباب الجلوس بعد الفجر إلى طلوع الشمس، والعصر أيضا لأنها وقت عبادة ذكر لله عز وجل وقراءة قرآن، والعصر هو أفضل أوقات اليوم الخمسة، فاستحب الجلوس فيها. أما الصلوات الأخرى فالمكث فيها ليس معناه فقول المصنف ولا يستحب ذلك في بقية الصلوات، ليس معناه أنه لا يستحب الجلوس لذات الجلوس، وإنما لا يستحب تخصيص هذه الصلوات والجلوس لذاتها، وإنما الصلاتين هذه هي التي يستحب البقاء في المسجد لأنها وقت ذكر وإن كانت ليست وقت الصلاة. ثم يليه وقت المغرب وهي وتر النهار، ولا يكره تسميتها بالعشاء وبالمغرب أولى. أيوة، وتسميتها بالمغرب أولى. وهي ثلاث ركعات ولها وقتان، وقت اختيار وهو إلى ظهور النجوم، وما بعده وقت كراهة. نعم، قول المصنف ولها وقتان، هذا أورده المصنف في الإقناع، بينما أغلب المتأخرين يريدون أن للمغرب وقتا واحدا. وأريد أن أبين أن تقسيم المصنف للمغرب أن له وقتان ليس كتقسيمه لصلاة العصر والعشاء، وقت ضرورة ووقت اختيار، وإنما الوقتان هنا هما وقت اختيار، وقت أفضلية ووقت جواز، وقت أفضلية ووقت جواز، فنقول إنها وقتان، وقت أفضلية ووقت جواز، ولا يسمى اضطرارا. ولذلك فإن الوقت الأول سماه وقت اختيار، هذا وقت أفضلية إلى ظهور النجوم في السماء، وما بعده وقت كراهة، ليس وقت اضطرار، فيجوز الصلاة فيه لكنه مع الكراهة. وهذا الذي مشى عليه المصنف هو حقيقة نص عليه القاضي أبو يعلى، بينما الذي مشى عليه في المنتهى أو ظاهر كلام المنتهى وغيرهم عدم هذا التقسيم إلى قسمين، فإن ظاهر كلامه أنها جعلها وقتا واحدا وكله وقت اختيار، كله وقت اختيار، ولكن كلام المصنف متجه لأنه ورد بعض الآثار في قضية النجوم. نعم. وتعجيلها أفضل إلا ليلة المزدلفة وهي ليلة النحر لمن قصدها محرما. طيب، يقول وتعجيلها أي تعجيل المغرب أفضل في أول وقت إلا ليلة المزدلفة وهي ليلة النحر، يعني ليلة العاشر من ذي الحجة، لمن قصدها أي قصد مزدلفة محرما. يخرج ذلك من لم يقصد مزدلفة وإنما تركها، كأن يكون مذهبه ندب المبيت في ميناء في مزدلفة فيترك المبيت في مزدلفة، فنقول في حقه لا يستحب هذا الحكم. والأمر الثاني أن يكون محرما، ويخرج ذلك من ليس بمحرم من القاصدين الذين يكونون مع الحجيج من الخدم ونحوهم الذين يخدمون الحجاج. هنا قيد ثالث لم يرده المصنف مهم، وهو أنه يشترط أن يكون ممن قصدها محرما أن يكون ممن يباح له الجمع، وذلك أن المذهب أن المكي ومن كان في سكنه وبينه وبين المشاعر دون مسافة القصر أنه لا يقصر. وهذا القيد الثالث جيد، أورده بعض الشراح المتأخرين، وهو يعني مناسب على أصول المذهب. نعم، فنزيد هذا القيد. فيسن له تأخيرها ليصليها مع العشاء إن لم يوافها وقت الغروب. نعم، يعني يؤخرها إذا لم يحضر في أول وقتها فإنه يصليها مع العشاء. نعم. وفي غيم لمن يصلي جماعة وفي الجمع إن كان أرفقا. نعم، هذه تقدمت، في الغيم لمن يصلي جماعة مثل الظهر والعصر، وفي الجمع إن كان أرفقا، وكذلك الجمع إن كان أرفق فإنه يعني يصليها في الموضع الذي هو أرفق له في أول وقت أو في آخره. ويأتي ويمتد وقت، يأتي في الجمع، وسيأتينا أن الأفضل هل جمع التقديم أو التأخير، وهل إذا كان جمع تقديم الأفضل أن يصليها في أول وقت أم في آخره، نقول ما هو الأرفق به، الجمع التقديم أو التأخير، وكليهما الأرفق به في ذات الوقت في أولها أو في آخره. ويمتد وقتها إلى مغيب الشفق الأحمر. نعم، العبرة بالشفق الأحمر للأبيض، لأن هناك شفقان والذي يخرج به الوقت هو الشفق الأحمر. ثم يليه وقت العشاء وهي أربع ركعات ولا يكره تسميتها بالعتمة. نعم، قوله ولا يكره تسميتها بالعتمة مع ورود النهي، لا يغلبكم الأعراب على صلاة العشاء يسمونها بالعتمة، وأخذ بذلك، لكن جاءت تسميتها بذلك في بعض الأحاديث، فأخذ الفقهاء أنه لا يكره، ولعل مرادهم هو مراد الشيخ تقي الدين أنه لا يكره ذلك إلا في حالة إذا غلب على الناس في عرفهم تسمية العشاء بالعتمة
وتركوا اسم العشاء فحينئذ يكره إعمالا للحديث، وذكر ذلك الشيخ تقي الدين في الاقتضاء. ويكره النوم قبلها أي العشاء ولو كان له من يوقظه لظاهر الحديث، والحديث بعدها أي الكلام مع الناس، إلا في أمر المسلمين أو شغل أو شيء يسير. قوله أو شغل، ذكر الشراح أن أفضل الشغل العلم، وقد عقد البخاري السمر في العلم بعد العشاء بابا في السمر في العلم بعد العشاء. أو شيء يسير أو مع أهل وضيف. نعم واضح. وآخر وقتها المختار إلى ثلث الليل، وعنه نصفه اختاره الموفق والمجد وجمع. نعم، هذا مثل الخلاف السابق، ما هو آخر وقت الاختيار وبدء وقت الاضطرار؟ مشهور المذهب أنه للثلث، نفس العلة السابقة لورود حديثين أنه إلى ثلث الليل أو إلى نصفه. واختار الموفق والمجد وجمع، منهم الشيخ تقي الدين وابن مفلح في أو استظهر ابن مفلح ومن تبع ابن مفلح أنه إلى نصف الليل. وكيف يحسب نصف الليل؟ مر معنا في صلاة الفجر أن ظاهر كلام الأصحاب أن نصف الليل يحسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. وذكر الشيخ تقي الدين أن احتساب نصف الليل فقط دون باقي الحسابات الأخرى من الثلث الأخير من الليل يحسب من غروب الشمس إلى طلوع الشمس، إلى طلوع الشمس لا طلوع الفجر. ثم وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، وهو البياض المعترض في المشرق ولا ظلمة بعده، وتأخيره إلى آخر وقت. طيب، هذه مسألة يعني ثار فيها كلام كثير. يقول المصنف ينتهي وقت صلاة الفجر بطلوع الفجر الثاني، والمراد بالفجر الثاني الفجر الصادق، لأنه يسبق هذا الفجر الصادق فجر أول ويسمى الفجر الكاذب. والفجر الكاذب هو الذي يكون فيه الضوء مستطيلا، يعني يكون ليس أفقيا. وغالبا الفجر الكاذب يخرج قبل الفجر الصادق يقولون بساعة أو بأكثر، وأما الفجر الصادق فهو الذي عليه الحكم. ثم بين المصنف الفجر الصادق الذي يعرف به دخول صلاة الفجر، قال وهو البياض المعترض. المعترض يعني يكون أفقيا في المشرق، يخرج من جهة المشرق، فإذا أردت أن تعرف الفجر فانظر جهة شروق الشمس. قال ولا ظلمة بعده، بخلاف الفجر الكاذب الذي يكون قبله بنحو ساعة أو أكثر فإنه يأتي بعده ظلمة، فلا يكون حينئذ هو الفجر الصادق. هذا الفجر الصادق الذي يعرف به يعني دخول وقت صلاة الفجر من التي يعرفها الناس إذا طالع الأفق ولم يكن عنده أضواء، لأن هذه الأضواء الآن موجودة في المدن تمنع معرفة ورؤية الفجر الصادق إذا خرج. وما زال الناس من سنين طوال يشكل عليهم هذا الأمر، ومن أقدم من وقفت عليه يذكر إشكال في هذا الباب المقبلي صاحب العلم الشامخ اليماني تلميذ الجلال اليماني، عندما جاء إلى مكة فذكر أنه عندما جاء إلى مكة وكان ذلك أظن في القرن الحادي عشر الهجري، قال اختصمت مع ناس حاضرين في مكة وقلت لهم إن الأذان يؤذن قبل دخول وقته، فكان يقول لهم هذا الكلام انظر من نحو 300 سنة أو يزيد. القاعدة عندنا في الشرع أننا نعرف دخول المواقيت بالنظر، فإذا استطعت أن تنظر بعينيك ورأيت الأفق فالعبرة بنظرك، سواء زوال الشمس أو غروب الشمس أو رؤية الفجر الصادق أو رؤية الظل والفيء، فكل من رأى بعينيه فإنه حينئذ حكم له بدخول الوقت. ثم يلي ذلك أن يخبره ثقة عن رؤية بعين فيكون ذلك علامة، والثاني أضعف من الأول لكنه أقوى مما بعده ما سأذكر لكم بعد قليل. والدليل الأمرين الحديث الذي مر معنا أن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. الأمر الثالث، يعرف دخول أوقات الصلوات وخاصة الفجر بالذات بالحساب، فإن الحساب في مجرى الشمس منضبط بخلاف الحساب المتعلق برؤية الهلال، ولا أقول مجرى الهلال. وقد ذكر الشيخ تقي الدين في بعض الرسائل التي طبعت مؤخرا أن الإجماع منعقد عند الفلكيين والشرعيين أن الهلال لا يمكن ضبطه بالحساب في الرؤية، لأن الرؤية تختلف من شخص لآخر ومن حال لحال، والعبرة بالهلال شرعا ما استهل، سيأتينا حديث عنه إن شاء الله في كتاب الصيام، بينما الشمس مجراها معتبر بالحساب. أقول هذا لما؟ لأنه اختلف الحاسبون فيما بينهم الآن في عصرنا ما هو الوقت الذي يتحقق به الفجر الصادق. طبعا بعد الحاسبين ومعرفة بالحساب الدرجة الرابعة وهي الإخبار عن الحساب،
ونحن كلنا عن إخبار بالحساب. عندهم معيار وهو مكان الشمس تحت الأفق، ما هي الزاوية والدرجة التي إذا كانت الشمس فيها تحت الأفق يعتبر فجرا صادقا. هناك آراء عند الفلكيين وتختلف الدول التي تتبنى هذه الآراء، فمن أقصى ما قيل 19 درجة ونصف، وهذا يعتبر أبكر وقت لصلاة الفجر عند 19 درجة ونصف، وهذا الذي أخذت به المراصد المصرية الرسمية في مصر أنهم يؤذنون عند الدرجة التاسعة أو يحكمون بدخول الفجر عند 19 درجة ونصف. ثم يتناقص ذلك، وأقل الدول العربية الأردن يأخذون بستة عشرة درجة ونصف، ثم بعض الباحثين وخاصة في بعض الدول الأوروبية يأخذ بخمس عشرة درجة، ومنهم من نقص عن ذلك. وعلى العموم فأنا لست فلكيا لكي أحكم بأن الصواب هذا أو ذاك، ولكن سأتكلم عن ما عليه العمل عندنا. كانوا قديما يأخذون ب18 درجة، ثم احتاطوا موافقة للمرصد المصري فأخذوا 19 درجة، فكانوا يبكرون في الأذان قليلا، ثم رجعوا ل18 درجة الآن، وربما نقصوا عنها قليلا. والوضع الحالي نحكم بالمعيار الشرعي وهو الإخبار الأعلى من الحساب، فقد رقب من يرقب الفلك في والصبح أياما كثيرة في السنة، وهو عالم بالنجوم وطلوع الشمس، وفي مكان لا إنارة فيه، ليس في الأمصار والمدن التي فيها لمبات، وأخبرني أن أكثر من مرة أنه يعني جربها في أكثر من شهر وفي أكثر من سنة، أن الحساب الحالي دقيق، وإن كان فيه تقديم فهو دقيقة أو دقيقتان، ما أن ينتهي المؤذن من أذانه إلا وقد طلع الفجر قطعا. ولذلك عندنا قاعدة أنه إذا تعارض الحكم بدخول الفجر من عدمه فنقدم هذه الدرجات الأربع، نقدم من رأى بعينيه أن الفجر قد خرج، وهذا في الغالب غير موجود عندنا الآن، ثم نقدم من أخبر عن من رأى فيقول قد رأيت، فيقول شخص أخبرني فلان أنه رأى الفجر الآن قد خرج، وهذا أيضا غير موجود عندنا في المدن الكبار، ثم نقدم الحاسب، ثم نقدم الإخبار عن الحاسب. أما وقد تعارض الحاسبون تعارضوا وأراءهم شتى، وكل يجزم أن الصواب معه والحق معه، فإننا نقول حكم الحاكم يرفع الخلاف لمن لم يعرف شيئا، وخاصة أن فيها معنى ولائي الأذان، ومر معنا عندما قلنا فيها الجانب الولائي عند الاختيار، فحيث اختير في بلد أحد هذه الأقوال فإننا نصير لهذا القول، إلا أن يكون الشخص قد علم خلافه بأحد ثلاثة أمور: إما أن يرى أن الفجر لم يخرج حقيقة، أو رآه خرج قبل الوقت فحينئذ يحكم به، أو يخبره الثقة في ذلك اليوم أنه خرج أو لم يخرج وكان الثقة عالما بالحال، أو أن يكون هو حاسب ويعرف الحساب. وأما أن أنا أخذ قول الحاسب الفلاني دون الحاسب الفلاني وأنا لست من أهل هذا الاختصاص، فأظن أن ذلك نوع تحكم، وخاصة وجود هذا الاختلاف القوي بين الفلكيين والمراصد الفلكية في الدول العربية. وبناء على ذلك فإن حكم الحاكم أو اختيار الحاكم يرفع الخلاف، هذا لها قوة من جانب، إلا أن يكون الشخص ديانة في نفسه يرى خلاف ذلك. بهذا الحكم أو بهذه الطريقة نقول إن صلاة الناس صحيحة وهي متوافقة مع أحكام الشرع، ولا يأتي من يقول مجهول هذا الشخص ألف رسالة أن الصلاة في مكة والمدينة باطلة، وأنه يجوز أن تأكل بعد الخروج من الحرم كما كان يفعل بعض الجهال سنين ماضية، بعد الحرم تخرج من الحرم تجده يأكل، فكل هذا جهل مركب، ليس جهلا بل هو جهل مركب. ولذلك كما ذكرت لك تنضبط معك المسألة ويعرف هذه المسألة، والأمر الحمد لله فيها سهل، وأخبرتك أن الحساب عندنا منضبط بالثقة الذي حدثني ممن عرف ذلك. نعم، أنا أطلت في هذه المسألة لأنها قد تكون محل يعني إيراد عند بعض الزملاء الفضلاء. نعم، وتأخيرها إلى آخر وقتها المختار أفضل. نعم، لأن هذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال إن ذلك وقتها لولا أن أشق على أمتي ما لم يشق على المأمومين أو بعضهم. طيب، إذا شق عليهم نص عثمان في الهداية أنه يكره حينئذ، ما لم يشق ليس معناه فيكون خلاف الأفضل بل يكره. نعم،
أو يؤخر مغربا لغيم أو جمع تقدم. فتعجيل العشاء فيهن أفضل. نعم واضح، تقدمت هذه. ولا يجوز تأخير الصلاة أو بعضها إلى وقت الضرورة ما لم يكن نعم وقت الضرورة في صلاتين العشاء والعصر فقط، لا يجوز التأخير إلا لعذر يأثم بذلك. ما لم يكن عذر وتقدم. وتأخير عادم الماء العالم أو الراجي وجوده إلى آخر الوقت الاختياري أو إلى آخر الوقت إن لم يكن لها وقت ضرورة أفضل في الكل. نعم هذه المسألة الحقيقة قال عنها المصنف إيش؟ وتقدم في التيمم المسألة تقدمت، لكن عندي تعليقان. التعليق الأول في قول المصنف وتأخير عادم الماء العالم يعني الذي يعلم يعني متيقن وجود الماء أو الراجي وجوده، يخرج هذا عندنا صورتين، الراجي عدم وجوده، ويخرج عندنا صورة ما استوى فيه الأمران، يستوي عنده الوجود وعدمه، هذا ظاهر عبارة المصنف. لكن ذكر منصور في شرحه في الكشاف بناء على ما ذكر في التيمم أن من استوى عنده الأمران الوجود وعدمه فالأفضل في حقه التأخير، وحينئذ فإن كلام المصنف يحتاج إلى زيادة وصف ثالث فنقول أو استوى عنده الأمران. هذا التعليق الأول. التعليق الثاني قول المصنف أفضل في الكل أي في كل الأمور السابقة، لابد أن نزيد قيدا آخر وهو ما لم يظن أنه سيطرأ عليه مانع، مثل ما تقدم معنا في التيمم أنه إن ظن أن سيطرأ عليه مانع مثل المرأة تخشى الحيضة أو الرجل يخشى القتل نسأل الله السلامة، فإنه في هذه الحالة الأفضل في حقه أن لا يؤخر الصلاة عن وقتها، وهذا القيد جيد واحتمله يعني قال احتمالا عثمان، والصواب أنه هذا القيد من باب حمل المطلق على المقيد. نعم. وتأخير لمصلي كسوف أفضل إن أمن فوتها. فوتها أي فوت الحاضرة، لأجل أن يصلي الكسوف وهي النافلة الحاضرة في وقتها كاملة ثم بعد ذلك يصلي بعدها الفريضة. ولمعذور كحاق وتائق ونحوه. نعم حاقن أو حاقب أو حازق، الحاقن للبول والحاقب للغائط والحازق للريح وتائق للطعام ونحوه. نعم. وتقدم إذا ظن مانعا من الصلاة ونحوه. نعم وتقدم أنه إذا ظن مانعا هذا القيد اللي سبق مانعا من الصلاة ونحوه فإنه حينئذ ليس له أن يتأخر، وهذا هو القيد الذي ذكرت لكم أنه ذكره عثمان احتمالا والصواب ما جزم به المصنف هنا، لكن لم يذكره قيدا قال وتقدم فنجعله قيدا. نعم. ولو أمره والده بتأخيرها ليصلي به آخر نصا فلا تكره إمامة ابن بأبيه. نعم هذه مسألتان، المسألة الأولى يقول لو أمره والده بتأخيرها أي بتأخير الصلاة ليصلي به، هذه فيها ضميران، ضمير مخفي وضمير يعني ظاهر، فأما الضمير المخفي فهو قوله فليصلي أي ليصلي الابن به أي بالوالد، فالمصلي هو الابن، الإمام هو الابن، والأب هو المأموم. يقول أخر أي أخر الصلاة لأجل ذلك، وقوله أخر جزم ابن النجار في شرح المنتهى أنه يجب على الابن وجوبا تأخير الصلاة إلى آخر وقتها لأجل أبيه، وصوب ذلك منصور في شرحه، وإن كان من المحشين من قال يتجه أنه مستحب وليس بواجب. إذن فقوله أخر على الوجوب فيما استظهره ابن النجار في شرح المنتهى وأيده منصور، وقيل إنه على سبيل الندب. طيب عندنا هنا مسألة، لو قلبنا الضمائر فنقول لو أمره والده بتأخيرها ليصلي الأب به، فنقول حينئذ لا يؤخر الصلاة بل الأفضل أن يصليها في أول وقتها. لما؟ لأن العلماء يقولون إن صلاة الفريضة لا تصح خلف المتنفل، فإذا كان الابن هو الإمام فيجب وهم سيصلونها في آخر الوقت فيجب أن تكون هذه صلاة الفريضة له، ولا يصليها صلاة نافلة قبل، يصليها فتكون في حقه نافلة لأن صلاة الأب ستبطل، بينما لو كان الأب هو الإمام فسيصليها فريضة، فنقول للابن صلها في أول وقتها فريضة وصلها مع أبيك نافلة، لأنه يجوز أن يكون الإمام مفترضا والمأموم متنفلا ولا يجوز العكس. نعم. فلا تكره إمامة ابن بأبيه، هذه المسألة الثانية، لا تكره إمامة ابن بأبيه، قوله فهذا بناء على نص أحمد الذي نصه على المسألة السابقة، قال يعني يؤخذ من نص الإمام أحمد السابق أنه لا تكره إمامة الابن لأبيه، وليس في ذلك سوء أدب، وإن كان يعني من السلف كأبي هريرة كما تعلمون
كان يمتنع من أن يتقدم بين يدي أمه إلا في الصلاة فإن هذا جائز، لأن الإمامة تكون فيها مصلحة، فقد يكون الأب عنده يعني عدم قدرة على الإتيان بكامل الصلاة مثلا، فلا يستطيع أن يصلي جماعة إلا بابنه لعدم قدرته على القيام والوصول للمسجد، أو يكون عنده أحد العوارض التي تمنعه من الإمامة كأن يكون به سلس، فحينئذ يقول يصلي الابن بأبيه. هذا معنى قوله فلا تكره إمامة ابن بأبيه. ويجب التأخير لتعلم الفاتحة وذكر واجب في الصلاة. نعم، هذا أيضا ما لم يظن مانعا مثل ما ذكر المصنف. نعم. ثم يليه وقت الفجر، ووقت الفجر يدخل وقتها بانتهاء وقت العشاء السابق، وهي ركعتان وتسمى الصبح. نعم. ولا يكره تسميتها بالغداة. نعم. ويمتد وقتها إلى طلوع الشمس، وليس لها وقت ضرورة، وتعجيلها أفضل. طبعا التعجيل هو اللي يسمى التغليس بغلس، يعني هو صلاتها حينما يكون هناك ظلمة. ويكره تأخيرها بعد الإسفار بلا عذر. نعم، عندنا هنا مسألة. الفجر له وقت تغليس ووقت إسفار. الشخص إذا صلى الفجر له ثلاث أحوال، قسم العقلية: إما أن يبدأ الصلاة وينتهي منها في وقت التغليس وهي الظلمة، فذكر المصنف أن هذا هو الأفضل وهو تعجيلها أفضل. الصورة الثانية أن يبدأ في وقت التغليس وينتهي في وقت الإسفار، فنقول إن ما جاء من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم صلى في إسفار الفجر معناه انتهت صلاته في وقت الإسفار لطول صلاته في بعض أحيانه، فيدخل في ذلك. الحالة الثالثة أن يبتدئ الصلاة بعد الإسفار، هنا الذي قال عنه المصنف ويكره تأخيرها، أي تأخير ابتدائها بعد الإسفار بلا عذر. هذا الأمر الأول. إذن عرفنا الأحوال الثلاثة، سيكون حديثنا في الحالة الثالثة وهي ابتداء الصلاة، صلاة الفجر حال الإسفار، لم يخرج الوقت لأن الشمس لم تطلع بعد. ذكر المصنف هنا في أول كلامه أن الفجر ليس فيها وقت ضرورة، زين، ولم يذكر أنها وقتان، وإنما ذكر أنها وقت واحد، لكن في الأحكام قسمها إلى قسمين، فجعل ابتداءها في وقت الإسفار مكروه، فجعلها قسمين ليست قسما واحدا. ولذلك لما كرهها في وقت الإسفار جزم منصور وغيره أن هذا يخالف ظاهر قولهم، الظاهر قولهم أنها وقت واحد ولم يذكروا كراهة الإسفار، ولذلك قال ظاهر كلامهم أنه لا كراهة في ابتداء الصلاة في وقت الإسفار. نعم، خلاف الأولى صح، لكن من غير كراهة، لا يكره ذلك، إذ لو كانت هناك كراهة لجعلناها قسمين مثل المغرب مثلا، لكن لما جزموا جميعا أنها قسم واحد فنقول الأولى تعجيلها وخلاف الأولى تأخيرها. ثم نقل أن البرهان بن مفلح المبدع بنى كراهية بدء صلاة الفجر في حال الإسفار على قول القاضي أبي يعلى ومن وافقه أن للفجر وقتين، وقت اختيار ووقت ضرورة، وجعل الإسفار مبدأ الضرورة، وحينئذ هذا مفرع على قول القاضي كما قال البرهان وليس مفرعا على المعتمد في المذهب. فقط أردت أن نبين أن كلام المصنف ليس على المعتمد كما قاله صاحب المبدع وأيده منصور. ويكره الحديث بعدها في أمر الدنيا حتى تطلع الشمس. نعم، لأنها وقت توزيع الأرزاق ووقت ذكر الله. ومن أيام الدجال ثلاثة أيام طوال: يوم كسنة فيصلي فيه صلاة سنة، ويوم كشهر فيصلي فيه صلاة شهر، ويوم كجمعة فيصلي فيه صلاة جمعة. نعم، هذه المسألة تتعلق بأيام الدجال التي جاء فيها الحديث. جاء فيها أن الدجال يجلس يوما كسنة ويوما كشهر ويوما كجمعة وسائر أيامه كسائر أيامكم. هذه وإن كانت مفروضة في زمان نسأل الله عز وجل أن لا ندركه، فإنه من شر الزمان الذي يخرج فيه الدجال، وأن يحفظنا ومن نحب من فتنته ومن فتنة الدنيا والآخرة. لكن يفيدنا في وقتنا الحالي في مسألة أخرى، أن هناك بعض البلدان، هذه البلدان يكون الشمس فيها تكون فيها الشمس ممتدة أكثر من 24 ساعة، قد تكون ممتدة 6 أشهر، قد تنقص قد تزيد بناء على اختلاف البلدان،
وحينئذ فإن يومهم لا يكون كسائر أيامنا، فقالوا يلحق به هذا الحكم، يلحق به هذا الحكم. وعلى ذلك فإنهم يقدرون اليوم 24 ساعة، ويقدرون تقديرا أوقات الصلوات الخمس من باب التقدير، ثم يصلون الصلوات الخمس في كل 24 ساعة. وقد جزم كثير من المتأخرين ومنهم مرعي وغيره أنه يلحق بالصلاة الصوم والحج والزكاة. وعلى ذلك فمن كانت الشمس لا تغيب عنه السنة كلها أو تغيب السنة كلها، فنقول العبرة بمرور الساعات وليست العبرة بطلوع الشمس وغروبها في حقكم، فالسنة في حقكم بعدد الساعات، فتخرج الزكاة بعدد ساعات السنة، 24 سنة 24 يوم في عدد أيام السنة. وكذلك الصوم الذي وافق رمضان عند المسلمين يصوم معهم وإن كانت الشمس عندهم شهر رمضان غائبة أو ظاهرة، الحكم واحد. والحج كذلك، طبعا الحج إنما يفرض في آخر الزمان، وأما مكة فإنها بعيدة عن قضية هذا المتعلق الموجود في دول شمال الكرة الأرضية مثل فنلندا وبعض دول شمال آسيا. نعم. فصل. طبعا هنا بس فائدة في قضية لو كانت البلدة تخرج الشمس وتغيب في 24 ساعة لكن خروجها وغيابها متقارب، فيكون الليل قصيرا جدا أو النهار قصير جدا، فنقول ما دامت الشمس تظهر وتغيب في يوم واحد في 24 ساعة فإنه في هذه الحال لا نذهب للتقدير، بل العبرة بالشمس، إذا غربت الشمس أفطر الصائم ولو كان النهار طويلا أو الليل طويلا. فصل. نعم. تدرك مكتوبة أداء كلها بتكبيرة إحرام في وقتها. نعم. قول المصنف تدرك مكتوبة، يعني الصلوات الخمس أداء، طبعا عبر المكتوبة ليش من الصلوات الخمس والجمعة كذلك، أداء أي نحكم بأنها أداء، سنعرف بعد قليل ما معنى أداء. كلها يعود للصلاة، فلا نقول إن بعض الصلاة أداء وبعضها قضاء، بل كلها تعتبر أداء إذا أدرك تكبيرة الإحرام وهو الدخول في الصلاة في وقتها، أي في وقت المكتوبة، سواء كان وقتها وقتا حقيقيا وهو المعلوم لنا، أو وقتا حكميا كأن يكون المرء أخر صلاة المغرب ليصليها مع العشاء فصلى المغرب في آخر وقت صلاة العشاء، أو كبر تكبيرة المغرب في آخر وقت العشاء، فنقول هذا وقتها حكما لأنه يجوز له جمعها مع العشاء. ولو جمعة، قوله ولو جمعة أي أن الجمعة تدرك بتكبيرة الإحرام، وأما جماعة الجمعة فلا تدرك إلا بركعة، فرق بين الوقت فيدرك بتكبيرة الإحرام والجماعة تدرك بركعة كاملة، وسيأتي. ولو كان آخر وقت ثانية في جمع فتنعقد ويبني عليها. نعم. هذه المسألة قلتها لكم قبل قليل، وهو يسمى آخر الوقت حكما بأن يؤخر المغرب إلى آخر وقت العشاء فيكبر لصلاة المغرب، فيكون صلى المغرب في آخر العشاء فتعتبر في حقها أداء المغرب والعشاء تعتبر قضاء. بدأ يتكلم المصنف هنا عن ما الذي يترتب على كون الصلاة أداء. أول حكم. نعم. ولا تبطل بخروج الوقت وهو فيها ولو أخرها عمدا. نعم. يقول المصنف إن أول حكم يترتب على كون الصلاة صارت أداء بإدراك تكبيرة الإحرام قبل خروج الوقت أن الصلاة لا تبطل. قوله ولا تبطل أي الصلاة بخروج الوقت، متى؟ إذا كبر تكبيرة الإحرام قبل خروج الوقت، وهو فيها أي في الصلاة، ولو أخرها عمدا أي ولو أخر الصلاة إلى آخر وقتها عمدا وإن كان يأثم لأجل ذلك، فحينئذ تكون أداء ولا تبطل الصلاة. قال المصنف قال المجد، هذا المجد قول المجد هذا تقرير للمعنى الأول الذي ذكره. نعم. معنى قولهم تدرك بتكبيرة بناء ما خرج عن وقتها على تحريمة الأداء في الوقت وأنها لا تبطل بل تقع الموقع في الصحة والإجزاء. نعم. هنا يقول المصنف إن أبا البركات المجد أحمد بن تيمية يرى أن، أو عبد السلام أحمد حفيده، أنه يرى أن معنى كونها أداء أنها لا تبطل، هذا الذي مشى عليه. لم يذكر المصنف القول الثاني، فقد ذكر محمد بن مفلح في فروعه أن ظاهر كلام المغني وكثير من الأصحاب أن معنى قولهم أنها تكون أداء معنى ما يذكرونه في مسألة القضاء والأداء، فحينئذ يترتب عليها إضافة على أنها ما ذكر المصنف لا تبطل، يترتب عليها حكم آخر أنه ينوي كونها أداء إن قيل بوجوب نية الأداء كما هو الرواية الموافقة لقول الشافعية في المسألة.
فيترتب عليها حينئذ ذلك، ويترتب عليها إذا كان قد نذر أن يصلي الصلاة أداء فهل يكون أوفى بنذره أو لا، وهكذا ترتب عليها عدد من الأحكام وهو ظاهر المغني. إذن فالذي ذكره المصنف عن المجد ظاهر المغني وهو ظاهر كلام الأصحاب، موافق لقول المغني وليس مقتصرا على ما ذكره المجد صاحب المحرر. ومن شك في دخول الوقت لم يصلي، فإن صلى فعليه الإعادة وإن وافق الوقت. نعم، قوله وإن صلى أي ما إن صلى مع الشك فعليه الإعادة وإن وافق الوقت، واضح. نعم. فإن غلب على ظنه دخوله بدليل من اجتهاد أو تقليد أو تقدير الزمان بقراءة أو صنعة صلى إن لم يمكنه اليقين بمشاهدة أو إخبار عن يقين، والأولى تأخيرها قليلا احتياطا. طيب، يقول المصنف إن غلب على ظنه الشخص ليس باليقين دخوله أي دخول الوقت بدليل، ما هو الدليل؟ من اجتهاد منه هو أو تقليد لغيره ممن يمكن تقليده بأن يكون ثقة، أو تقدير زمان، ليس اجتهادا ولا تقليدا، مثل أن يكون الشخص يعرف أن بين المغرب والعشاء قراءة ثلاثة أجزاء باعتبار أنه يجلس في الجزء الواحد مثلا 25 دقيقة إلى نصف ساعة على حسب المتمهل والحاضر، فحينئذ يقدر فيرى أن بينهما مثلا ساعة وربع، فيقول حينئذ دخل الوقت، فهذا من باب التقدير بالقراءة، بقراءة من قرآن أو صنعة عادته أنه بين المغرب والعشاء يعني ينسخ خمسة أوجه أو ستة أوجه من مخطوط معين يكتبه بخط يده، هذا نوع من أنواع الصنعة أو أي صنعات أخرى، وهذا من باب التقدير الزماني، ذكرنا قبل قليل أن التقدير مبني عليه. قال صلى حينئذ إن لم يمكنه اليقين، إن لم يوجد عنده يقين، فإن كان يمكن يقين فلا يقدم الظن عليه. ما هو اليقين؟ قال بمشاهدة، يعني بمشاهدة للعلامات التي يعرف بها دخول الوقت، أو إخبار عن يقين. ما هو الإخبار عن يقين؟ صورتها، الصورة الأولى الإخبار عن اليقين بمعنى أن شخصا ثقة، والإخبار اكتفى به بواحد يخبره أنه قد رأى دخول الوقت، هذا إخبار عن يقين، فهو مقدم على الحساب، ومن صور الحساب ما ذكره المصنف، هذا واحد. الصورة الثانية وإن لم يذكر الفقهاء لكن ذكرها الشيخ تقي الدين وهو صحيح، قال أذان المؤذن، فإن أذان المؤذن بمثابة اليقين، لأن أذان المؤذن يشتهر عند الناس، فلو كان مخطئا لنبهوا وبينوا، وهو صاحب معرفة، وذلك القول بأن الأذان المؤذن دون اليقين فيه شك، فهو بمثابة المستفاض أو المستفيض عند الناس. نعم. والأولى تأخيرها قليلا احتياطا. الأولى تأخيرها، تأخير الصلاة يقينيا إذا كان مبنيا على اجتهاد وظن لا يقين، حتى يتيقن دخول الوقت احتياطا للعبادة. طبعا مما يلحق بهذه المسألة ما ذكره بعض المتأخرين أنه لو اختلف عنده اثنان، هو لا يعرف، ليس عنده لا ظن ولا يقين، ولكن اختلف معه اثنان هل دخل الوقت أم لا، كأن يكون في برية ونحوها، فأي القولين يقدم؟ قال لا يقدم الأرجح منهما، وإنما ينظر للأحوط، والأحوط هو التأخير لقول الأخير منهما. نعم. إلا أن يخشى خروج الوقت أو تكون صلاة العصر في يوم غيم فيستحب التبكير. نعم، يستحب التبكير للمعنى ذكرنا قبل قليل. والأعمى ونحوه يقلد، فإن عدم من يقلده وصلى أعاد ولو تيقن أنه أصاب. نعم، قوله ويقلد لأنه لا يستطيع الاستدلال، هذا ظاهر كلامه، والصحيح أن الأعمى قد يستدل بالقراءة، ففيه نوع من الاستدلال يستطيعه وهو القراءة. نعم، لا يستطيع معرفة العلامات لكنه يمكن أن يستدل، ولكن نقول إن قوله يقلد أو يستدل إن أمكنه، فنزيد كلمة أو يستدل جيدة لأنه يستطيع بالقراءة مرت علينا قبل قليل. قال فإن عدم من يقلده ولم يقدر على الاستدلال أيضا وصلى أعاد، لأنه صلى مع وجود الشك، ولو تيقن أنه أصاب بعد دخوله في الصلاة أو خروجه منها. فإن أخبره مخبر عن يقين، أي فأخبر الأعمى، وكل جاهل يأخذ حكم الأعمى الجاهل بالوقت، قبل قوله قبل قوله إن كان ثقة أو سمع أذان ثقة. نعم، وإن كان ثقة يكون عارفا بالوقت، هذا يقبل قول من؟ يقبل قول من يخبره عن يقين، وهما الأمران إن كان ثقة أو سمع أذان ثقة. وهذا قلت لكم شيخ تقي الدين يقول إن من قاله بعض الأصحاب أن أذان الثقة ليس يقينا فيه بعد، بل أذان الثقة يقين، وخاصة إذا كان ظاهرا في البلد. نعم. وإن كان عن اجتهاد لم يقبله إذا لم يتعذر عليه الاجتهاد. نعم، إن كان عن اجتهاد لم يقبله، إذا أخبره شخص عن اجتهاد لم يقبله
إذا لم يتعذر على الاجتهاد، لأن أنا مجتهد وهو مجتهد في معرفة العلامات، والعلامات سهلة. وأما إن تعذر علي الاجتهاد أنا أيها المخبر، فإنني أذهب للاجتهاد إخبار غيري عن اجتهاد. نعم. فإن تعذر عمل بقوله، أي تعذر للشخص أن يجتهد في معرفته لكونه أعمى أو وجود اللمبات الآن في صلاة الفجر أو الأشياء الكثيرة من أشغال كان يكون في بيوت في مجامع مغلقة ونحو ذلك. نعم. ومنه الأذان في غيم إن كان عن اجتهاد فيجتهده. نعم، يقول ومنه أي ومن الإخبار بدخول الوقت عن اجتهاد. هذه صورة من صور الإخبار عن اجتهاد الذي سبق أنه لا يقبل إن كان الشخص يمكنه أن يجتهد. الأذان في غيم، لأنهم لا يرون الشمس وحركتها، إن كان عن اجتهاد فيجتهد، طبعا ليس عن يقين بأن ظهرت الشمس ثم غربت بعد ذلك بخلف الغيم، فيجتهد هو أي فيجتهد الثاني الذي يريد الصلاة إن كان قادر على الاجتهاد، وإن لم يكن قادر على الاجتهاد تابع هذا المجتهد. نعم. وإن كان المؤذن يعرف الوقت بالساعات أو تقليد عارف عامل به. نعم، يعرف الوقت بالساعات، تقدير الساعات، لأن اليوم فيه 24 ساعة، يقدر أن بين المغرب والعشاء كذا ساعة، بين العشاء والفجر كذا ساعة، بين كل صلاة وصلاة كذا ساعة تحسب، ولهم يعني حساب قديم وحديث، قد يكون الحديث أدق من حسابهم القديم. فقوله بالساعات ليس مقصود بها الساعات التي بين أيدينا هذه، وإنما يقصدون بالساعات الساعات أي المدد التي تكون بين كل صلاة وأخرى. قال أو تقليد عارف بالساعات، كم بين كل صلاة وأخرى، وغالبا الذي يعرف بالقراءة هو الذي يعرفه بالساعات. ولذلك في وقتنا هذا الآن أغلب الناس يعرفون دخول الوقت ليس بالساعات يذكر الفقهاء، وإنما بشيء آخر وهو الإخبار عن دخول الوقت بالحساب. ومتى اجتهد وصلى فبان أنه وافق الوقت أو ما بعده أجزأه. نعم، من اجتهد يعني عمل باجتهاده، بخلاف من لم يعمل باجتهاده فإنه لا تصح مطلقا. أما من اجتهد وصلى ثم بان أنه وافق الوقت أو ما بعد الوقت، يعني صلى بعد خروج الوقت، أجزأه ذلك، لأنها تكون أداء أو قضاء. وإن وافق قبله لم يجزئه، لم يجزئه، لأن من شرط الصلاة دخول الوقت، لم يجزئه عن فرضه وكانت نفلا ويأتي وعليه الإعادة، وعليه الإعادة وجوبا. ومن أدرك من أول وقت قدر تكبيرة ثم طرأ مانع من جنون أو حيض ونحوه ثم زال المانع بعد خروج وقتها لزمه قضاء التي أدرك من وقتها فقط. نعم، هذه المسألة من المسائل التي يكون لها ثمرة كبيرة جدا. يقول المصنف إن من أدرك من أول وقت يدرك دخول الوقت، يدخل عليه الوقت بمقدار تكبيرة الإحرام، تكبيرتنا أي تكبيرة الإحرام، بحيث أنه يدرك وقد ولد مقتضي وجوب العبادة عليه، ولا يوجد مانع يمنع من سقوطها عنه، فأدرك بمقدار تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام تعد بالثواني، ثم بعد ذلك طرأ مانع من الموانع، ومثل لذلك بالجنون أو الحيض أو نحوه كأغماء ونحوه. قال ثم طبعا لم يعبر بالإغماء، لأن الإغماء على مشهور المذهب أنه ملحق بالنوم فيقضي الصلاة مطلقا حتى لو كان الطارئ قبل الصلاة. قال ثم زال المانع بعد خروج وقتها، بعد خروج ذلك الوقت لزمه قضاء التي أدرك من وقتها فقط، ولا يقضي المجموعة معها، أما العكس فيقضيها مع المجموعة، سيأتي بعد قليل. فقط أريد أن أبين مسألة، تدرك الصلاة بماذا؟ مشهور المذهب أنها تدرك بتكبيرة الإحرام. وقالوا أما حديث من أدرك ركعة وفي لفظ سجدة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك الصلاة، قالوا فالمراد به ركنا، لأنه أتى مرة بتعبير الركعة ومرة بتعبير السجدة، وأول أركان الصلاة هو تكبيرة الإحرام، فدل على أن من أدرك ركنا من أركان الصلاة وهو التكبير فيكون قد أدرك الصلاة، ويترتب على ذلك أحكام. أولها أنه إذا أدرك هذا المقدار ثم طرأ مانع وجبت عليه الصلاة. الثاني أنه إذا خرج الوقت أو أدرك أو قارب الوقت على الخروج ولم يبقى إلا بمقدار هذا الوقت وهو مقدار تكبيرة الإحرام ثم زال المانع أو وجد مقتضي الوجوب، فنقول يجب عليه فعل الصلاة ولو بعد وقتها فقد وجبت عليه. الأمر الثالث أن المأموم يدرك الصلاة مع الإمام بإدراكه الحد الأدنى مما تدرك به الصلاة، وهو تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم الإمام،
هذه أهم ثلاث مسائل متعلقة بهذه المسألة، لأن الرواية الثانية في المذهب أن الصلاة إنما تدرك بركعة كاملة، ولكن فقط أبين لك ما الذي ينبني عليه. بدأ المصنف في أول مسألة قال أنه إذا أدرك جزءا من الوقت بمقدار هذا المقدار ثم طرأ عليه مانع ثم زال المانع بعد خروج الوقت لزمه قضاء التي أدرك من وقتها فقط، ولا يقضي المجموعة معها بعدها، لأن هذا هو الأصل أن كل صلاة منفصلة. نعم. الحالة الثانية، وإن بقي قدرها من آخره ثم زال المانع ووجد المقتضي ببلوغ صبي أو إفاقة مجنون أو إسلام كافر أو طهر حائض وجب قضاؤها وقضاء ما تجمع إليها قبلها. انظر الصورة الثانية، يقول الشيخ لو أن شخصا دخل عليه وقت الصلاة والصلاة غير واجبة عليه، إما لعدم وجود شرطها، شرط الوجوب وهو البلوغ أو العقل لكونه مجنونا، أو لوجود مانع من الموانع الطارئة عليه مثل الحيض الذي يسقط وجوب الصلاة عن المرأة، ثم زال ذلك المانع أو وجد مقتضي الوجوب قبل خروج الوقت بمقدار الحد الأدنى وهو تكبيرة الإحرام، فحينئذ نقول يجب على ذلك الشخص أن يقضي تلك الصلاة وما جمع معها، يتصور ما جمع معها في صلاتين فقط، فيما لو طهرت الحائض وبلغ الصبي وأفاق المجنون قبل طلوع الفجر أو قبل غروب الشمس فإنهم يقضون المغرب والعشاء أو الظهر والعصر. لماذا فرقنا بين الحالة الأولى والثانية؟ في الأولى قلنا يقضي صلاة واحدة التي أدرك بعضها، وفي الثانية يقضي الصلاتين. قالوا لسببين، السبب الأول الأثر، فقد جاء عن ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما أنهم بيّنوا أن المرأة الحائض إذا طهرت في وقت الثانية فإنها تقضيها وما قبلها، تقضيها وما قبلها، وهذا قول الصحابة لا يعرف لهم مخالف، وهو منتشر لقول اثنين ليس قول واحد، فيكون إجماعا سكوتيا أو على أقل الأحوال هو قول صحابي ويكون حجة. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، المعنى الثاني، يقول فرق بين الدخول والخروج، لأن وقت الدخول هو إجاب للصلاة الأولى ولا تجب الصلاة الثانية إلا بدخول وقتها، والصلاتان المجموعتان وقتهما واحد، وقتهما واحد، ترتب عليه مسألة في القضاء قد أشير لها أو لا لضيق الوقت، فيرون أن وقتهما عند القضاء واحد فتقضى في وقت، فيكون وقت الأولى هو وقت الثانية إذا أدرك جزءا من الثانية. نعم، نمشي عشان الوقت. فإن كان قبل طلوع، طبعا هنا قوله ووجد المقتضي، المقتضي هنا المقتضي للوجوب وهو طروء التكليف بعدما كان غير مكلف قبل ذلك. الموانع يكون مكلفا طرأ مانع كجنون طارئ وحيض ونحو ذلك. فإن كان قبل طلوع الشمس لازم قضاء الصبح، وإن كان قبل فقط ولا يزيد عليها شيئا آخر، وإن كان قبل غروبها لازم قضاء الظهر والعصر، ذكرناها قبل قليل، وإن كان قبل طلوع الفجر لازم قضاء المغرب والعشاء. نعم واضح، وهذا فيه أثر، فيه أثر ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما. نعم. فصل، ومن فاتته صلاة مفروضة فأكثر لازمه قضاؤها مرتبا على الفور. طيب، قوله ومن فاتته بدأ يتكلم عن حكم صلاة من فاتته الصلاة، وقوله من فاتته أطلق المصنف، وهذا يشمل صورتين، من فاتته الصلاة لعذر ومن فاتته لغير عذر، لأن داود الظاهري ووافقه بعض أصحاب أحمد يقول إن من فاتته صلاة لغير عذر فهي كبيرة من كبائر الذنوب لا يكفرها إلا التوبة ولا تقضى، ويستدلون بحديث بأثر أبي بكر الصديق إن لله عز وجل صلاة في النهار لا يقبلها في الليل وصلاة في الليل لا يقبلها في النهار، ويستدلون من ذلك صورة واحدة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فمن تعمد تأخير الظهر إلى العصر وجب عليه قضاؤها في العصر والمغرب مع العشاء كذلك، لأن وقتهما واحد مثل ما ذكرت لكم قبل قليل. ولكن مذهب الجمهور أهل العلم وهم مذهب الأربعة أن من فاتته صلاة أو تركها عمدا لعذر أو لغير عذر حتى خرج وقتها فإنه يلزمه قضاؤها. قوله مفروضة، هذا يدل على أن القضاء متعلق بالفرائض، أما النوافل فلا بد من دليل خاص، فأكثر يدل على أنها تقضى وإن زادت أو طالت. لزمه قضاؤها أي الصلوات مرتبا، أي مرتبا الصلوات على الفور من حين زوال المانع ومنه النسيان، واستثنى من ذلك صورا، الصورة الأولى إلا إذا حضر لصلاة عيد. نعم، فإنه حينئذ يؤخر صلاة المفروضة كالفجر
ولا يصليها بل يصلي العيد أولا، لأنه ربما لو صلى الفجر قد يأتم به من خلفه يظنون أنه يصلي مع الإمام، فهنا قدمنا السنة عليها لمصلحة عدم اقتداء غيره به. ما لم يتضرر في بدنه أو ماله أو معيشة يحتاجها، هذه الحالة الثانية تسقط الفورية كذلك، إذا تضرر في بدنه وماله ومعيشة يحتاجها فيجوز له تأخير الصلاة عن أول زوال وقت زوال العذر. ويجوز التأخير لغرض صحيح كانتظار، هذه الحالة الثالثة أنه يجوز التأخير لغرض صحيح، طبعا تأخير الصلاة الفائدة لغرض صحيح ثم ذكر هذا الغرض الصحيح، كانتظار رفقة أو جماعة للصلاة ولا يصح. نعم، أو جماعة للصلاة لكي يصلونها جماعة، لأن هذا يدلنا على مسألة وهو أن صلاة الجماعة واجبة في الأداء وأما في القضاء فليست واجبة، ذكره في أكثر موضع منها هنا، قال ويجوز التأخير لغرض صحيح لإدراك جماعة، فيدلنا على أن إدراك الجماعة ليس واجبا لأجله وإنما هو جائز. هناك موضع، هذا الموضع كما الرابع أظن قلت، هناك موضع خامس سيورده المصنف في آخر الباب بعد قليل نختم به درسنا، وهو إذا استيقظ من نومه فإن السنة له أن يصلي في مكان غير المكان الذي استيقظ فيه فينتقل عنه. نعم. ولا يصح نفل مطلق إذن لتحريمه كأوقات النهي، يعني لا يصح له أن يتنفل بأي نافلة قبل أداء الفريضة الواجبة عليه لأن ذمته مشغولة بالفريضة الواجبة، فقوله ولا يصح نفل مطلق إذن أي إذا كانت عليه صلاة فائتة لتحريمه لحرمة أن يتنفل مع وجود الفريضة كأوقات النهي، أي كمن يصلي في أوقات النهي لأنه منهي عن النافلة مع وجود الفريضة. وقول المصنف ولا يصح نفل مطلق مفهومها أنه يصح النفل الراتب وهو المقيد، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم حينما فاتته صلاة الفجر صلى السنة ثم صلى بعدها الفجر لأنها تابعة للفريضة. نعم. وإن قلت الفوائت قضى سننها معها ندبا، وإن كثرت فالأولى تركها إلا سنة الفجر، يعني الأولى ترك السنن إلا سنة الفجر ولو كثرت فإن السنة أن تصلى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة الفجر. ويخير في الوتر، ويخير في الوتر ليس قضاء الوتر، لا ليس قصدهم ذلك، وإنما قصدهم إذا فاته الوتر مع صلاة الفجر الفريضة فيخير حينئذ في قضاء الوتر، وليس المقصود من فاته الوتر لا يقضيه نهارا، بل إنه مستحب لمن فاته الوتر أن يقضيه نهارا وسيأتينا إن شاء الله في قيام الليل. إذن فقوله ويخير في الوتر أي إذا فاته الوتر مع الفرض. نعم. ولا تسقط الفائتة بحج ولا بفرض، لأن الحج يقول تكفر الذنوب، لا وإن كفر ذنبه تبقى الفائتة في ذمته. ولا بتضعيف صلاة في المساجد الثلاثة ولا غير ذلك، يجينا واحد يقول صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عن 1000 صلاة هل تكفيني عن الصلوات التي قضيتها، وكثير يسأل هذا السؤال، يعني لا تظن كثير جدا يأتي في المسجد النبوي والمسجد الحرام يقول أنا علي صلوات فوائت لو صليت هنا هل تكفي صلاة واحدة عن فوائت، فمن الناس من يفكر هذا التفكير. فإن خشي فوات الحاضرة أو خروج وقت الاختيار سقط وجوبه، هذا بدأ المصنف يتكلم عن الحالات التي يسقط فيها الترتيب، احنا مر معنا 5 حالات يسقط فيها الفورية يجوز فيها عدم الفورية، هنا بدأ يتكلم عن الحالات التي يسقط فيها الترتيب. أول حالة إذا خشي فوات الحاضرة، يخشى أن يفوته وقت الحاضرة، فإنه حينئذ يجوز له أن يعني يسقط الترتيب فيصلي الحاضرة في وقتها ثم بعد ذلك يصلي الفائتة بعدها في وقت الصلاة التي بعدها، أو خروج وقت اختيار تستطيع أن تجعلها ملحقة وتستطيع أن تجعلها حالة مستقلة، لأن وقت الاختيار خاص بصلاتين وهما العصر والعشاء كما مر معنا، فيجوز له أن يصلي العصر في وقت الاختيار ثم يصلي الظهر بعد ذلك في وقت الاضطرار. فيصلي الحاضرة إذا بقي من الوقت قدر فعدها ثم يقضي وتصح البداءة بغير الحاضرة مع ضيق الوقت. طيب شوي شوي. قوله سقط وجوبه، هنا قوله وجوبه أي وجوب الترتيب، وإذا تأملت فقد سقط الترتيب والفورية معا، فإنه سقط الوجوب والترتيب كذلك. قال فيصلي الحاضرة في الحالتين إذا بقي من الوقت قدر فعلها، إما في الوقت عموما أو في وقت الاختيار، ثم يقضي بعد ذلك الصلاة الأخرى. وتصح البداءة بغير الحاضرة مع ضيق الوقت، هذه لأجل الترتيب، ترتيب الصلوات يجوز للشخص أن يبدأ بغير الصلاة الحاضرة وإنما يصلي بغيرها مع ضيق الوقت، بأن كان الوقت ضيقا لا يكفي إلا
لصلاة العصر وقد فاتت الظهر، نقول يجوز أن تبدأ بالحاضرة وهي الظهر وإن كنت ستصلي العصر بعدها. هذا مفهوم الكلام السابق وهو واضح. فكأنه يقول لما استقر في ذهننا أنه إذا ضاق وقت الصلاة إلا عنها فلا يجوز له أن ينشغل بغيرها من الصلوات إلا في حالة واحدة، إذا كانت قد فاتته صلاة فائتة فهو مخير، إما أن يصلي الحاضرة ثم الفائتة قضاء، ويجوز له أن يصلي الفائتة ثم يصلي الحاضرة بعد خروج الوقت قضاء، فيكون باب التخير، فيكون من باب التخير. الحالة الأولى قدم الوقت، والحالة الثانية قدم الترتيب. لا نافلة ولو راتبة فلا تنعقد. نعم، ولا نافلة إذا كان عالما عامدا فإنه لا يجوز له أن يصليها لضيق الوقت ولو كانت راتبة، ولا تنعقد، أصلا ما تعتبر ليس له أجر. نعم. وإن نسي الترتيب بين الفوائت حال قضائها أو بين حاضرة وفائتة حتى فرغ سقط وجوبه. نعم، هذه الحالة الثانية التي يسقط فيها الترتيب، وإن شئت تقول الثالثة إذا اعتبرت أن خروج وقت الاختيار هي الثانية. هذه هي الحالة الثانية وهو النسيان. قال المصنف وإن نسي الترتيب بين الفوائت، هذه الحالة الأولى أن ينسى بين الفوائت، فاتته صلاتان فصلى الثانية قبل الأولى حال القضاء، أو نسي الترتيب بين حاضرة وفائتة، فاتته صلاة واحدة فصلى الحاضرة قبل أن يصلي الفائتة حتى فرغ. هذا القيد مهم، انتبه لقيد قوله حتى فرغ. معنى قوله حتى فرغ أي حتى فرغ من الصلاة الثانية. وبناء على ذلك فإنه إذا تذكر في أثناء الصلاة الثانية التي هي الحاضرة أو الثانية من الفوائت، أو شك واستمر شكه حتى انقضاء الصلاة، فإننا نحكم بأن الحاضرة باطلة لفوات الترتيب. بعض الناس تكون عليه صلاة فائتة وحاضرة فيصلي الحاضرة نسيانا وقبل السلام يتذكر الفائتة، نقول بطلت الحاضرة. إذا سلم وتذكر الحاضرة صارت صحيحة. هذا هو نص كلامهم. نعم. ولا يسقط بجهل، قرأتها؟ لا. طيب. ولا يسقط بجهل وجوبه. يقول ولا يسقط الترتيب بجهل الوجوب، علله في الفروع بأنه نادر، وذلك يقول هذا مما لا يعذر بجهله هو النادر. إذا قالوا مشهور جدا هذا الوجوب معنى قوله ذلك. فلو صلى الظهر ثم الفجر جاهلا ثم صلى العصر في وقتها صحت عصره. نعم، لكن لاعتقاده أن لا صلاة عليه، لكن لا تصح الظهر فيجب عليه إعادة الظهر، وأما العصر فإنها مستقلة، كان ليس لها تعلق بالجهل، فيعيد صلاة واحدة فقط. كما صلاها ثم تبين أنه صلى الظهر بلا وضوء. نعم صحيح. ثم بدأ الآن في الحالة الرابعة أظن، وهي من الحالات التي يسقط فيها الترتيب، أو الثالثة. تفضل. ولا يسقط بخشية فوت الجماعة. نعم، يقول إن فوات الجماعة لا يسقط به الترتيب، هذا المجزوم به في المذهب، وعنه وهي الرواية الثانية. وعنه يسقط اختاره جماعة. نعم، الرواية الثانية أنه يسقط لخشية فوات الجماعة، قال اختاره جماعة من هؤلاء الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله، والشيخ بن سعدي أيضا يرى هذا الرأي، أنه يجوز ترك الترتيب لإدراك الجماعة. صورة ذلك يحضر الشخص، طبعا فوات الجماعة، ما معنى فوات الجماعة؟ يجب أن نعرف فوات الجماعة بحيث أنه لا تكون هناك إلا جماعة واحدة، يعلم أنها إن فاتته فسيصلي منفردا، لا احتمال وجود أكثر من جماعة مثل المساجد المتعددة في البلد أو المساجد التي تكون على الطرق أكثر من جماعة، تلك لا يدخل معنا في هذه الحالة. الشيخ يقول فيما لو كان هناك جماعة واحدة إن لم يصلي معهم الآن وإنما صلى مرتبا الصلوات فإنها ستفوته الجماعة، حينئذ يقول يصلي الجماعة لإدراك مزيتها ووجوبها العيني عليه، ثم بعد ذلك يصلي الفائتة ويسقط عنه الترتيب. هذا اختيار الشيخ، وذكر الشيخ وقوله عنه لقوة الخلاف، وهو خلاف قوي. لكن عليه فعل الجمعة وإن قلنا بعدم السقوط ثم يقضيها ظهرا. نعم، قوله لكن عليه فعل الجمعة، هذه الصورة الرابعة والخامسة من النسيان سقوط الترتيب، وهو في صلاة الجمعة. الجمعة إذا حضرت وحدها دون باقي الصلوات الخمس فإنه يصلي وإن كانت قد فاتته صلاة فجر أو غيرها ويسقط الترتيب. هذا معنى قول لكن عليه فعل الجمعة. لكن عليه فعل الجمعة، إلى هنا قف معي، وهناك جملة بعدها في محل إشكال في فهمها. قال المصنف وإن قلنا بعدم السقوط ثم يقضيها ظهرا. قوله وإن قلنا بعدم السقوط تحت احتمالين تفهم فهمي. الفهم الأول وإن قلنا بعدم
السقوط لفوات الجماعة، فيعود لفوات الجماعة السابقة وهو المذهب، فإنه يصلي الجمعة مع الناس ثم يقضيها ظهرا، فتكون الجمعة يجب أن يصليها لكن لا تجزئه فيصليها ظهرا. هذا فهمه بعض المحشين والشراح، وذكروا أن هذا مشى عليه في الإقناع خلاف ما في المنتهى، والذي يظهر لي خلاف ذلك، وأن الإقناع كالمنتهى، أن الجمعة من حضرها وقد فاتت عليه صلاة يسقط في حقه الترتيب مطلقا، وأن قول المصنف وإن قلنا بعدم السقوط معناه أي على القول بأن الجمعة لا يسقط فيها الترتيب على خلاف المذهب، فكذلك يلزمه أن يصلي مع الناس الجمعة ثم يقضيها. إذن فقوله وإن قلنا هذا تفريع على غير القول الذي اعتمده المصنف وهو المذهب. شوف، إذن قوله وإن قلنا على خلاف المعتمد في المذهب، والمصنف لا يراه، وإن كان بعض المحشين ظن أن المصنف يرى هذا الرأي. نعم. ويسن أن يصلي الفائتة جماعة إن أمكن. هذا التصريح الذي ذكرت لكم قبل قليل، أن الجماعة في الفائتة ليس واجب، وإنما هو واجب في الأداء. عفوا، أن التصريح في القضاء ليس بواجب، وإنما واجب في الأداء، وهذا تصريح بما فهمنا من المفهوم السابق. وإن ذكر فائتة وهو في حاضرة أتمها غير الإمام نفلا. نعم، هذه تتم التفريع على ما ذكرنا قبل قليل. إن تذكر في أثناء صلاته أنه قد فاتته صلاة قبلها، فحينئذ نحكم بأن صلاته الحاضرة التي يصلي فيها باطلة. يقول وإن ذكر فائتة وهو في حاضرة، في حاضرة يلزم بين الفائتة والحاضرة الترتيب، والفائتة محلها التقديم، حكمنا بأن الحاضرة باطلة لا تكون فريضة، وأنها تنقلب في حقه نفلا. قال أتمها غير الإمام وهو المأموم والمنفرد يتمونها نفلا، فتصبح في حقهم نفلا ولا تصبح فريضة، ولا يقطعون الصلاة، لأن الله عز وجل يقول ولا تبطلوا أعمالكم، ويصلونها إما ركعتين أو أربعا، فيصليها ركعتين أو أربعا متابعة للإمام أو على نية الأولى أو ركعتين لأن الأصل. قال ما لم يضوق الوقت، إن ضاق الوقت جدا بحيث أنه لم يمكنه أن يصلي الصلاة الفائتة والحاضرة في وقتها معا، فإنه حينئذ يقطع التي حضرت ثم يصلي الفائتة ثم الحاضرة بعدها. ثم قال الشيخ ويقطعها الإمام مطلقا، يجب على الإمام أن يقطع، لأنهم يقولون إن الإمام إذا صارت صلاته نفلا والمأمومون خلفه ينمونها فريضة بطلت صلاتهم، لا يصح أن يصلي المتنفل بالمفترض على المذهب، وهذا الذي يدل عليه الدليل، المتنفل لا يصلي بالمفترض، ولذلك تبطل، يقطعها الإمام لكي لا يبطل صلاة المأمومين بعد ذلك ويظنون أنها مجزئة لهم، فيجب عليه أن يقطعها، وهذا معنى قوله ويقطعها الإمام نصا مع سعته، يعني مع سعته في الوقت حين ذاك. طبعا هنا مسألة في أخرى، وهي قضية لو أردنا أن نخرج على القول الآخر الذي قال المصنف وعنه يسقط اختاره الجماعة ومنهم الشيخ تقي الدين، فإن الإمام إذا علم أن لا جماعة أخرى فإننا نقول يسقط الترتيب في حقه حين ذاك، فلا يقطعها لا الإمام ولا المأموم كما سبق. نعم. واستثنى جمع الجمعة. نعم، قوله واستثنى جمع هنا ذكرها المصنف هنا، وهو استثناء في محله، فلا يقطعها الإمام في الجمعة إذا صلى بالناس وقد فاتته صلاة، إذا ذكر وذكر الفائدة فيها، مثل ما قلنا قبل قليل أن المصنف يرى والمذهب أن الجمعة لمن حضرته يسقط في حقه الترتيب، لمن حضرها في وقت تكبيرها. نعم. وإن شك في صلاة هل صلى ما قبلها ودام حتى فرغ فبان أنه لم يصلي أعادهما. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن الشك في دخول الوقت، وقد أورد في فوات الصلوات، وقد أورد المصنف أظن خمسة أحوال. الحالة الأولى التي قرأها القارئ قبل قليل، وهو الشك في فوات الصلوات وعدمه، هذه الحالة الأولى، الشك في الفوات وعدمه. قال وإن شك في صلاة هل صلى ما قبلها، شك هل هي فائتة ما قبلها أم لا، ودام شكه حتى فرغ من صلاته فبان أنه لم يصلي أعادهما، أي أعاد الصلاتين. شوف هذه قولة الشك، ذكرتها لكم قبل حينما قال المصنف حتى فرغ سقط وجوبه، قلنا استثنى صورتين، إذا تذكر وإذا شك، أخذت الشك من هنا، أخذنا الشك من هنا، أن من شك ودام شكه حتى انقضاء الصلاة فإننا نحكم بأن الترتيب لا يسقط في حقه. نعم.
الحالة الثانية وإن نسي صلاة من يوم يجهل عينها صلى خمسا بنية الفرض. نعم، هذه الحالة الثانية أن يكون متيقنا فوات صلاة ولكنه شك في عينها، فقال وإن نسي صلاة من يوم قطعا يعني أو يقينا يجهل عينها، أهي الظهر أم العصر أم المغرب أو غيرها، قال صلى خمسا لأنه لا يدري ما هو عينها، لكن لو جهل عينها وعلم أنها من صلوات النهار فيصلي الصلاتين الظهر والعصر مثلا أو المغرب والعشاء إن علم أنها من صلوات الليل، قال بنية الفرض أي في الصلوات الخمس. ولو نسي ظهرا وعصرا من يومين وجهل السابقة بدا بأحدهما بالتحري، فإن لم يترجح عنده شيء بدا بأيهما شيء. نعم، هذه الحالة الثالثة وهو الشك في ترتيب الصلوات الفائتة، يقول ولو نسي ظهرا وعصرا من يومين ولكن لا يدري هل العصر هو اليوم الأول أو الظهر هو اليوم الأول، وجهل السابقة بدأ بأحدهما أي بإحدى الصلاتين الظهر والعصر بالتحري يتحرى بأي قرينة، فإن لم يترجح عنده شيء بدأ بأيهما شاء وهو التخير. الحالة الرابعة ولو علم أن عليه من يوم الظهر وصلاة أخرى لا يعلم هل هي المغرب أو الفجر، لازمه أن يصلي الفجر ثم الظهر ثم المغرب ولو توضأ. طيب بس ثم المغرب، هذه هي الحالة الرابعة وهو الشك في عين الصلاة الفائتة وفي ترتيبها معا، شك في العين وفي الصلاة. يقول لو علم أن عليه من يوم الظهر وصلاة أخرى لا يعرف عينها لا يعلم هل هي المغرب أو الفجر، لزمه أن يصلي الفجر ثم الظهر ثم الظهر ثم المغرب، فالفجر والمغرب لأجل الشك في عين الصلاة، والظهر لأنه متيقن منها، وهذا الترتيب بين الصلوات وجوبا لأن الفجر قطعا هي متقدمة على الظهر. نعم، الحالة الخامسة والأخيرة ولو توضأ وصلى الظهر ثم أحدث ثم توضأ وصلى العصر ثم ذكر أنه ترك فرضا من إحدى طهارتيه ولم يعلم عينها لزمه إعادة الوضوء والصلاتين. نعم، هنا الحالة الخامسة وهو إذا شك في فوات إحدى الصلاتين لأجل فوات شرطها، بمعنى أنه صلىها لكنها باطلة لأجل فوات الطهارة، قال ولو توضأ وصلى الظهر ثم أحدث بعد الظهر ثم توضأ وصلى العصر بعد ذلك ثم ذكر أنه ترك فرضا من إحدى الطهارتين لم يغسل وجهه، وقوله ترك فرضا أي يقينا لا شكا لأنه لا عبرة بالشك بعد انتهاء العبادة، قال ولم يعلم عينها، لم يعلم أهو الوضوء للظهر أم الوضوء للعصر، فمعنى ذلك أن إحدى الصلاتين فائتة في الحقيقة، قال لزمه إعادة الوضوء لاحتمال أنه ترك وضوء الصلاة الثانية فهو الآن غير متوضئ لأجل هذا الاحتمال، والصلاتين معا لأنه غير جازم بإحدى الصلاتين أنها صحيحة. نعم، مثال آخر ولو لم يحدث بينهما هذه الصورة الثانية، ثم توضأ للثانية تجديدا لزمه إعادة الأولى فقط. يقول لو لم يحدث بين الصلاتين بل توضأ للظهر ثم لم يحدث ثم توضأ للعصر وشك أن أحد الوضوءين الظهر أو العصر لم يغسل فيه وجهه مثلا أو قدميه، قال لزمه إعادة الأولى فقط لأنه قطعا أن الثانية صلاها بطهارة كاملة لأن الوضوء الأول أو الثاني صحيح من غير إعادة الوضوء لأنه لم يحدث، فالوضوء الأول أو الثاني أحدهما صحيح فلا يلزمه إعادة الوضوء حينئذ. نعم، وإنما مسافر عن الصلاة حتى خرج الوقت سن له الانتقال من مكانه ليقضي الصلاة في غيره. نعم، قال المصنف وإنما مسافر عن الصلاة حتى خرج الوقت، وهذا النوم من الشيطان ولا شك، سن له الانتقال من مكانه إلى مكان آخر ليقضي الصلاة في غيره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مستثنى مما سبق معنا وذكرته في محله أنها صورة خامسة أظنها خامسة من قضاء الصلاة على الفورية، فهذا مستثنى من الفورية، وسبب هذه الصورة أن الانتقال من المكان الذي نام فيه إلى مكان آخر سنة، وهذه السنة متعلقة بالصلاة فكأنها مثل السنة الراتبة، والسنة الراتبة من الأمور التي تؤخر لها الفريضة لأجلها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. عنده هنا مسألة أخيرة أو مسألتان في قول المصنف وإنما مسافر عن الصلاة إلى آخر كلامه، ما العلة في ذلك؟ العلة في ذلك قالوا لأن المكان الذي نام فيه ذلك المسافر هو محتضر بالشياطين، فإن الشياطين تحور وهي التي تعقد على قفا العبد أن عليك ليل طويل فارقد، وذلك يستحب أن المرأة ينتقل من المكان الذي حضرته الشياطين فيصلي في مكان آخر. المسألة الثانية في قول المصنف مسافر، عبارة المسافر ك
كأن المصنف قصر هذا الحكم على المسافر دون ما عداه. وقد رأيت الشيخ تقي الدين بناء على التعليل الذي ذكرت لكم عد الحكم لغير المسافر، فقال كل من نام عن صلاة يستحب له ألا يصلي في المكان الذي نام فيه، وذكر ذلك في شرح العمدة كذلك. وبناء عليه فمن نام في غرفة التي ينام فيها ففاتته صلاة الفجر فالسنة أن يصليها في غرفة أخرى لأن حضره فيها الشياطين، فكان ذلك سببا في تفويته لصلاة الفريضة. نكون بحمد الله عز وجل أنهينا باب شروط الصلاة، وسنبدأ في الدرس القادم بشرط ستر العورة، وعقد له مصنف بابا مستقلا، ومعذرة الإطالة اليوم. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات. صلى الله وسلم على نبينا محمد.